بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة هيكون معانا ضيوف من العيار الثقيل علشان نفتح قضية مهمة جدا جدا جدا، ونستطيع أن نتناقش في هذه القضية بشكل واضح وصريح. قضية بتهم الناس كلها، بتهم كل الأهلوية وغير الأهلوية الحقيقة. موضوع مهم جدا عن الإعلام الرياضي ما بين الموضوعية وصناعة الترند. مهم جدا عنوان الحلقة النهاردة، أو مهمة جدا حلقة النهاردة، وهيكون معانا إن شاء الله مفاجآت كثيرة جدا طوال الحلقة. هنتكلم في الجزء الثاني من هذه الحلقة مع نجومنا اللي هيكونوا موجودين معانا، وأيضا نجومنا اللي هنقدر نجيبهم من الخارج من خلال التليفونات أو السكايب. ده في الجزء الثاني من هذه الحلقة. النهاردة أقيمت قرعة الدوري الممتاز إن شاء الله اللي هينطلق يوم 18 من شهر سبتمبر الحالي، وينتهي يوم 30 يوليو 2024 على حسب ما أعلنت رابطة الأندية. يمكن كنا انفرضنا بميعاد البداية الدوري من خلال وجود الأستاذ عامر حسين، الحاج عامر حسين، من حوالي أسبوع تقريبا، في يوم الاثنين اللي فات تحديدا، لما قال أن أولى المباريات هتبدأ يوم 18 سبتمبر. أولى مواجهات النادي الأهلي هتبقى مباراة صعبة جدا مع النادي المصري. هنلعب بعد كده سيراميكا، بعد سيراميكا هتلعب الجونة، وبداية قوية ومباريات صعبة. الحقيقة السنة دي مش هنقدر نقول في مباراة سهلة ومباراة صعبة، كل المباريات صعبة جدا جدا جدا. الجولة العاشرة الأهلي سيلاعب نادي الزمالك، وخلي بال حضراتكم القرعة لم تكن موجهة، يعني الأهلي والزمالك طلعوا في الجولة العاشرة كده من غير توجيه أن تكون هذه المباراة في نهاية الدور الأول مثلا أو مثل هذا الشكل. فخلينا نبدأ مع حضراتكم ونستعرض مباريات الأسبوع الأول من خلال شاشة البيت الكبير. نادي الأهلي في الدور الأول المصري البورسعيدي، ثم في الجولة الثانية سيراميكا كليوباترا، ثم الإسماعيلي في الجولة الثالثة، الجونة في الجولة الرابعة، ثم بلدية المحلة في الجولة الخامسة، المقاولون العرب في الجولة السادسة، سموحة سبعة، نادي زد في الجولة الثامنة، الجولة التاسعة الاتحاد السكندري، الجولة العاشرة الزمالك، الجولة الحداشر فاركو، الجولة الاتناشر الداخلية، الجولة التلاتاشر طلائع الجيش، الجولة الاربعتاشر بيراميدز، الجولة الخمستاشر البنك الأهلي، ثم الجولة قبل الأخيرة والسادسة عشر إمبي، ثم الجولة الأخيرة مع فيوتشر. دي طبعا ده الأسبوع الأول بالنسبة لمباريات الأهلي. أما الأسبوع الأول لمواجهات الجولة أو الأسبوع الأول لكل الفرق، زمالك وبيراميدز أولى المباريات، الأهلي والمصري، الإسماعيلي وزد، سموحة والجونة، سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، بلدية المحلة والمقاولون العرب، البنك الأهلي وطلائع الجيش، فيوتشر وفاركو، ثم إمبي والداخلية. دي مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم في هذا الموسم. خلونا نبدأ هذه الحلقة بلقاء مع نائب رئيس رابطة الأندية كابتن عماد متعب، نطلع نشوف ماذا قال عن الدوري وبداية الدوري، ثم نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. مرحب بيك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا بتشرف بوجودي معاكي، وبتشرف طبعا بوجودي في قناة النادي الأهلي. طبعا انت يعني ضيف، يعني احنا بنحب تكون معانا طول الوقت، ومبسوطين طبعا لوجودك في اي منصب يخدم طبعا الكره المصريه بشكل عام، وانت كادر كبير. والنهارده قرعه الدوري وموسم جديد، وايه رايك بقى في النتيجه الاخرانيه كده اللي هي الجدول؟ لا والله ايه رايكم انتوا؟ يعني الحمد لله انا شايف ان الامور مشيت بشكل كويس الحمد لله، زي ما احنا اعلنا من اول يوم تولينا فيه المسؤوليه، مسؤوليه رابطه الانديه، ان احنا مش هيبقى فيه اي قرعه موجهه، هيبقى فيه قرعه طبيعيه جدا، زي قرعات القرعه اللي بتعمل في كل انحاء العالم. وعلى ما اعتقد ده الناس كلها شافته النهارده. يمكن النائب احمد دياب شرح شويه حاجات وشويه تفاصيل بخصوص السنتين اللي عدوا، وان شاء الله الموسم ده كمان. فاتمنى ان شاء الله نكون موسم جيد، موسم يليق باسم الكره المصريه، وان شاء الله بقدر الامكان نحاول نعدي بالموسم ده على بر الامان، لان في توقفات كثيره جدا جدا جدا، لكن في الاخر ان شاء الله احنا زي ما اعلنا ان الموسم هينتهي في 30/7 ان شاء الله.
فأتمنى إن شاء الله ربنا بمناسبة ننهيه في 30/7. أيوة، ما هو ده السؤال بقى اللي أنا عايزة أسأله لك. انتظام المسابقة، الناس طول الوقت بتتكلم عن انتظام مسابقة الدوري، يعني رأيك والمستجدات اللي دايما بتطرق على الجدول فبيتم تغييرات، إن شاء الله هيكون ده مش موجود السنة؟ إن شاء الله احنا حاطينه في الحسبان، يعني عاملين القصة دي ومحددين حتى في أفريقيا، محددين ان الماتش المباراه اللي داخل القاهره الفرق المنافسه المشاركه في افريقيا تلعب على اليوم الثالث، والفرقه اللي خارج المباراه اللي خارج القاهره اللي بره في افريقيا يعني يلعبوا على اليوم الرابع، علشان ما يكونش في بقدر الامكان ما يكونش في تاجيلات. عندنا كاس الامم الافريقيه، فده طبعا فتره توقف دي رسميه. عندنا تصفيات كاس العالم، يعني في مباريات احنا ما نقدرش نتكلم فيها سواء تجمعات المنتخب او المباريات الافريقيه بالنسبه للانديه المشاركه، الاربع انديه المشاركه. اتمنى ان شاء الله غير كده ما يكونش في حاجه توقفنا يعني. طيب بما انك بقى يعني اتكلمت عن الانديه المشاركه واحنا عندنا سوبر افريقي، توقعاتك للمباراه وازاي النادي الاهلي يخرج بالبطوله في بدايه الموسم؟ بدايه الموسم بتبقى مهمه جدا للعيبه وللجمهور والمدير الفني، وبالذات لما تكون بطوله كبيره، يعني السوبر الافريقي دي بطوله كبيره، بطوله النادي الاهلي بيتوج بيها او توج بيها اكتر من مره. لما تبدا الموسم بسوبر افريقي ده حافز كبير جدا للمدير الفني واللعيبه، وعلى ما اعتقد بيدي اريحيه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي عمل معسكر، كان معسكر بكل يعني كل سمعناه انه معسكر كان ناجح، اللعيبه قدرت تاخد فتره راحه، ودي من فتره كبيره جدا ما كانش فيه فترات راحه للعيبه. فعلى ما اعتقد التجهيز الجيد والاستعداد الجيد من النادي الاهلي ان شاء الله يكملوا ده، ان المباراه كمان في السعوديه، وان شاء الله نلاقي جمهور مالي الاستاد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. فان شاء الله اتمنى كل الظروف والعوامل تساعد النادي الاهلي على الفوز بالبطوله ان شاء الله. طيب يعني ما اقدرش طبعا يكون معايا كابتن عماد متعب وما نقلوش يعني كلام الناس وتعليقاتهم طول الوقت، رايك في التحكيم بقى وان شاء الله السيزون اللي جاي، يعني ايه اللي ممكن يتغير؟ اتمنى والله ان قصة التحكيم دي تنتهي، يعني لان الاخطاء موجوده في على فكره الاخطاء موجوده في كل دوريات العالم، اخطاء الحكام بس بتختلف من في قدرها، يعني في اخطاء كبيره وفي اخطاء صغيره. اتمنى ان الاخطاء اللي تكون موجوده في الدوري المصري، مش ما اقدرش اقول لك مفيش اخطاء لان مفيش حاجه، مفيش كوره مفيهاش اخطاء، لان تبقى بسيطه ومش مقصوده. دول اهم نقطتين. فعلى ما اعتقد ان اللجنه اللي موجوده والحكام اللي موجودين كلهم حكام يعني انا بعترف ليهم بالنزاهه، يعني ناس عندها نزاهه وناس محترمه، وانا بقول ان الاخطاء اللي بيخطئوها ما اعتقدش ان هي بتكون مقصوده خالص، وان شاء الله الموسم ده يكون فيه اخطاء قليله، وان شاء الله يكون في تركيز اكبر من التحكيم المصري، وعشان ده عامل رئيسي، يعني عامل رئيسي واساسي في منظومه كره القدم. طيب اخيرا بقى ما ينفعش معايا يكون معايا واحد من اهم اللعيبه اللي سجلت اهداف في مباريات القمه، والقمه في الجوله العشرة تقريبا زي ما احنا شفنا في القرعه، يعني وجود مباراه القمه في النص كده، انت شايف ان ده افضل؟ والله القرعه هي اللي جابتها، لكن في الاخر انا بالنسبه لي يعني فكره ان مباراه القمه تكون اخر مباراه او في اخر الجدول بتفقد من 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 رونقه، لان لو الدوري منتهي بيبقى الموضوع شبه محسوم، فبتبقى الحسابات بقى، انا لو خدت الدوري وبلعب على مباراه القمه بقول حتى لو خسرت انا فايز بالدوري، وفي نفس والعكس صحيح، ان لو كسبت الفرقه اللي واخده الدوري فبقول خلاص انا ده بالنسبه لي بقى اريح. فهي انا بالنسبه لي في نص الجدول بيبقى لسه الدوري ما اتحسمش يعني، فبيبقى ليها قوه وليها تركيز وليها وضع اكبر بكتير. طيب انا يعني انا اسئلتي خلصت عشان طبعا ما ازعجكش، بس توقعاتك لو انت يعني تحب التوقعات لمباراه السوبر الافريقي. لا اصل الكره انا بالنسبه لي الكره ما فيهاش توقعات، الكره ليها بحاله اللعيبه داخل الملعب وحاله الجهاز الفني والتشكيل على حسب جاهزيتهم، بس على ما اعتقد ان ممكن يكون ليهم دور في الملعب وحسب رؤيه مستر كولر. لكن اتمنى النادي الاهلي يفوز طبعا بالبطوله ويفرح جمهور النادي الاهلي زي ما احنا متعودين ان شاء الله. كابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطه، ان شاء الله يعني يستطيع النادي الاهلي ان يفوز ببطوله السوبر. الحقيقه هذه البطوله الاولى، ان شاء الله تكون البطوله الاولى التي تدخل دولاب النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه. الأهلي حامل اللقب وأكيد هيدافع عن اللقب، وده هيحصل إن شاء الله من أول مباراة. المنافسة أكيد هتبان ملامحها بعد الأسبوع
يعني دايما لما بنيجي نتكلم الخامس لا ممكن بعد كده كمان الثامن التاسع العاشر المنافسه هتبان، هل الاهلي هي والزمالك وبيراميدز، وهل في انديه اخرى هتدخل في المنافسه مع الثلاث اربع انديه اللي دايما متعودين ان هم ينافسوا خلال الفتره الاخيره. الاسماعيلي شكله هيبقى عامل ازاي، نادي الاتحاد السكندري بقياده فنيه جديده مع كابتن طارق العشري هيبقى عامل ازاي، الناحيه الثانيه سموحه السكندري مع كابتن احمد سامي هيبقى عامل ازاي وبيفكروا يوصلوا لايه بعد ما باعوا اهم اللاعبين اللي موجودين عندهم عشان الناحيه الاقتصاديه في نادي سموحه. سيراميكا كليوباترا بيشتري لعيبه مهمه جدا جدا وماشي بخطى ثابته، هيبقى بيفكر ازاي يخش في المربع الذهبي المصري مع وعوده علي ماهر مره اخرى، حاجات كتيره جدا. والفرق كلها الحقيقه عامله شغل رائع جدا جدا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف السنه دي زي ما متعب قال موسم جيد للجميع، الحقيقه موسم جيد ويستطيع، او اهم حاجه هتبقى فيه الحكام. الحقيقه احنا اتكلمنا عن الحكام من اسبوعين وقلنا ان التحكيم له دور كبير جدا 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 في هذا الموسم ان شاء الله ربنا يكرم. انا مش هتكلم عن الحكام بشكل سلبي او لن انتقد اداء اي حكام الا لما نشوف ايه اللي هيحصل على الاقل بعد الاسبوعين ثلاثه الاولانيين ان شاء الله. ان شاء الله لا الاخطاء زي ما كابتن عماد قال تكون اخطاء مقبوله ومسطره واحده. يعني ايه مسطره واحده؟ يعني الاخطاء اللي بتحصل هنا هي اللي بتحصل هنا هي اللي بتحصل هنا هي اللي بتحصل هنا هي اللي بتحصل في كل المباريات، وبالتالي ساعتها هنقول هي اخطاء ليست مقصوده. ولكن مش هنا احسب هاند بول على واحد عامل تاكلينج وايده جنبه فتيجي في ايديه هنا احسب عليه ضرب الجزاء، ولو في مباراه تانية ما احسبهاش. كده يبقى في غلط، كده يبقى في تعمد ايذاء نادي معين مهما كان اسم النادي ده. ولكن لو المسطره واحده زي ما بنشوف في الدوري الانجليزي مثلا يبقى ما حدش هيتكلم، لان دي إذا كانت خطأ فهي خطأ على كل الأندية، إذا كانت صح فهي صح لكل الأندية. كل الفرق عاملة تدعيمات، كل الفرق بتستعد بشكل جيد. أيضا السنة دي في جوائز مالية من بطل الدوري، هياخد 5 مليون جنيه ومليون جنيه لكل فريق مشارك في هذه المسابقة. نتمنى طبعا المبالغ دي تزيد، لأن الاتفاق أو لأنه كان الاتفاق مع رابطة الأندية أن تكون هناك مبالغ مالية. وخلي بال حضراتكم الإنفاق على كرة القدم أصبح مكلف جدا جدا فوق ما حضراتكم تتخيلوا. أديكم شايفين النادي الأهلي بيعمل إيه وبقية الأندية برضو بتعمل إيه. المدخولات اللي بتخش النادي الأهلي، يمكن عشان النادي الأهلي هنرجع تاني لقصة الرعاية والكلام اللطيف ده الناس بتحبه، الرعاية والكلام ده كله مختلف تماما عن الباقي. ولكن تخيل حضرتك في ظل كل اللي بيحصل ده وكل الفلوس اللي بتدخل النادي الأهلي من رعايات ومن كذا ومن كذا، ولكن هناك عندنا مشاكل في النقدية كتير كبيرة وعايزين مدخولات أكتر أكتر. دايما تلاقوا مجلس إدارة النادي الأهلي بيحاول إن هو يجيب مدخولات أكتر، فلوس أكتر للنادي علشان يقدر يصرف على كل الألعاب اللي موجودة وتظل هذه النتائج المميزة. لسه كنا بنتفرج على حفلة الأهلي استثنائي من شهر تقريبا، وبالفعل الأهلي يظل دائما استثنائي. عشان يظل نادي الأهلي استثنائي يجب أن يكون أو تكاتف الجميع ومجلس الإدارة نقف في ظهره، وفرق النادي الأهلي كلها إن شاء الله السنة دي تكون فرق استثنائية. خليني أبلغكم بأول تأجيل في الدوري السنة دي من دلوقتي اهو، بقول لحضراتكم اولى المباريات الزمالك وبيراميدز المباراة دي هتتأجل. ليه؟ لان بيراميدز هيواجه الجيش الرواندي في كيجالي في رواندا يوم 17 سبتمبر، وبالتالي هيتم تأجيل مباراة بيراميدز مع الزمالك. ادي اولى المؤجلات. هل حد يقدر يطلع دلوقتي يقول المباراة دي اتأجلت ليه؟ لا طبعا محدش هيتكلم. ليه؟ لان دي مباراه نادي بيراميدز بيلعب في البطوله الافريقيه وبالتالي يجب ان تؤجل مبارياته. طب نادي بيراميدز وصل للمباراه النهائيه في البطوله الافريقيه تؤجل مبارياته. تؤجل المباريات ايه اللي هيحصل يعني؟ واحنا بنتكلم مع حضراتكم القرعه يعني كانت شغاله. فاللي انا بقوله انه ما فيش مشكلة في التأجيلات طالما هناك أسس على أو مسطرة واحدة. خلينا النهاردة في موضوع المسطرة الواحدة، طالما في مسطرة واحدة يبقى كل الدنيا ماشية بشكل جيد. محدش هيتكلم، محدش هيقدر يتكلم، محدش هيقدر يفتح بقه، لأنه اللي بيطبق على الأندية على الأهلي على الزمالك على الإسماعيلي على بيراميدز على فيوتشر على كل الأندية بيطبق على ال 18 نادي. فعشان كده بقول لحضراتكم خلي بالنا،
الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله كل بيشوف شايفين التقدم اللي بيحصل في كرة القدم في السعودية، في الإمارات، في قطر، في كل البلدان الخليجية حوالينا. وجهة نظري أن كرة القدم المصرية تحتاج إلى بعض الإدارة الحكيمة والجيدة. وجهة نظري إن شاء الله ده يحصل خلال الفترة اللي جاية، هتلاقوا الدوري المصري في مكانته الطبيعية تاني، لأنه إحنا عندنا فرقنا ومبارياتنا وجهة نظري إن هي هتظل دائما هي الأفضل، مش بالكلام ولكن لو زي ما عماد متعب قال كده، قال لك إن يعني المباريات اللي بقى أهلي وزمالك في آخر الدوري ممكن يكون الدوري خلص. أنا هقول لحضراتكم وراضي ذمتكم، لو ماتش أهلي وزمالك والدوري خلص للأهلي كالعادة يعني، وآخر ماتش أهلي وزمالك، حضراتكم مش هتقعدوا تتفرجوا؟ حضراتكم كأهلاوية مش هتبقوا متوترين من هذه المباراة؟ مش انتوا بس، العالم العربي كله كده. الأهلي والزمالك وضع مختلف، شكل مختلف، مباراة مختلفة في العالم كله، في العالم العربي كله. لكن الأهلي والزمالك هتفضل هذه المباراة بقيمتها مهما كانت اللي بيحصل حوالين الموضوع، ومهما كان اللي بيحصل حوالينا. تخيل بقى حضراتكم، نفسي والله العظيم، انا ما اعرفش طبعا يعني الامور الامنيه دي ما انا بتكلمش فيها، مش بتاعتي، ولكن تخيل حضرتك بتشوف ماتش اهلي وزمالك في استاد القاهره، ها، ب 100,000 متفرج، 50-50، 50,000 احمر و 50,000 ابيض. انا هنا ما بتكلمش على اهلي ولا زمالك، ولا انا بتكلم على الروح، الحياه تعود مره اخرى للاستاد. اهلي وزمالك ب 50,000 متفرج، ب 100,000 متفرج بساعه كامله. اتمنى ان انا اشوف هذا المنظر مره اخرى. انا لعبت في اهلي وزمالك بساعه كامله، وعارف ان مثل هذه المباريات الواحد بيبقى عامل ازاي، الجمهور بيبقى عامل ازاي، الجمهور وحلاوه الجمهور، الجمهور وجمال الجمهور. الاهلي بجمهوره حاجه مختلفه. دايما الماتشات دي كنا بننتظرها، اهلي وزمالك الاستاد مليان على اخره، الجزء هنا اهلي وهنا زمالك، وتتفرج على فرحه جمهور الاهلي، وتتفرج على سعاده جمهور الاهلي مع لعبته. نتمنى أن نشوف أو أن نرى هذا المنظر مرة أخرى خلال الفترات القادمة. خلينا بقى نروح لاستعدادات النادي الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي، اللقاء الأهم دلوقتي. وزي ما قلت ودايما بكلم وبكرر مع حضراتكم أن كل تركيزنا هيبقى خلال الفترة القادمة هي مباراة الجمعة. النهاردة الفريق خاض مباراة ودية زي ما حضراتكم عارفين، وخلاص بقى احنا تعودنا، طالما المباراة لم تذاع على شاشة قناة النادي الأهلي إذن هو قرار فني من مستر مارسيل كولر بعدم إذاعة المباراة. إحنا كاميراتنا موجودة وناسنا موجودة وكل حاجة موجودة، ولكن في الأهلي بتخدم الأهلي وليست عشان حاجة أخرى. فما تتذاعش المباراة، خلاص ما تتذاعش المباراة. فالمهم يعني النهاردة كولر كان محتاج المباراة دي عشان يقف على كل كبيرة وصغيرة تخص جاهزية اللاعبين قبل السوبر. الاستعدادات في الجزائر على قدم وساق أيضا، فريق اتحاد العاصمة بيستعد بشكل جيد جدا جدا جدا. خلي بال حضراتكم ما تصدقوش كل ما يقال، أن هناك إصابات وغيره والكلام ده كله كالعادة يعني، وزي ما كل مرة بيحصل بتلاقي يقولك إيه في إصابات الأساسيين موجودين. اتحاد العاصمة مركز كويس قوي 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 في مباراة الأهلي. اتحاد العاصمة ينتظر هذه المباراة، وجمهور اتحاد العاصمة ينتظر هذه المباراة، وهناك عدد كبير من الجماهير الجزائرية اللي بالفعل موجودة في السعودية أو اللي هتيجي من الجزائر كمان. تابعوا الصحف الجزائرية والمواقع الجزائرية وشوفوا بيتكلموا ازاي عن هذه المباراة. الكل ينتظر فوز اتحاد العاصمة على نادي الأهلي، عشان بس الناس عماله تقول لك اصل دي ماتش سهل، انت خدته. مفيش حاجة اسمها كده، صدقوني والله العظيم ثلاثة ما في حاجة اسمها خدنا البطولة. ماتش صعب جدا جدا جدا. من وجهة نظري مع بداية الموسم الفرق بتتساوى، الفرق كلها بتتساوى،
بعد 5-6 ماتشات هقول لك اه هيبان الفرق ما بين الاهلي وما بين اي نادي اخر ان شاء الله يعني، ولكن مع بدايه الموسم الكل بيتساوى. خدوا بالكم مره تانية، هذه المباراه ليست مباراه سهله، مباراه صعبه جدا. خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات وتحضيرات الفريقين ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. المارد الأحمر بطل القارة السمراء حامل لقبها يواصل تحضيراته لافتتاح موسمه الجديد الذي سيكون أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الإفريقية التي سيحتضنها ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة في السوبر الإفريقي. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق يواصل تحضيراته لوضع الخطة المناسبة للمواجهة المرتقبة التي لا تقبل القسم على اثنين كونها بطولة من مباراة واحدة لا مجال فيها للأخطاء. حرص كولر على إجراء تجربة ودية مع فريق طلائع الجيش التي انتهت منذ ساعات في ختام تحضيرات المارد الأحمر قبل السفر إلى السعودية استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل. الجهاز الفني للأهلي حرص على اختيار فريق يجيد اللعب الدفاعي من أجل اختبار قوته الهجومية وأساليب اللعب التي طبقها الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال المعسكر التدريبي الذي أقامه في النمسا، إضافة للتدريبات الجماعية بعد العودة من المعسكر التي سبقت ودية طلائع الجيش منذ عودة بعثة الأهلي من النمسا. على الجانب الآخر يواصل فريق اتحاد العاصمة الجزائري تحضيراته أيضا لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، حيث أبدى المدرب عبد الخالق بن شيخة سعادته بالنتائج المحققة في معسكر فريقه التدريبي الذي أقامه في تونس والمباريات الودية الأخيرة التي خاضها فريقه وتجاوب لاعبيه مع التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني خلال عدة مباريات ودية خاضها الفريق كانت آخرها مع شبيبة الثورة ورائد القبة التي حقق فيها الفوز بثنائية. واستمرار التحضيرات قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية استجابة لرؤية المدرب من خلال العمل الفني والبدني الذي تم تطبيقه خلال فترة التحضير. الحقيقة زي ما حضراتكم دايما متعودين مننا هنبدأ أولى فقراتنا، فقرتنا الأولى النهاردة فقرة حائط صد. حائط الصد الأول واللي بيحمي النادي الأهلي هو المبادئ والثوابت والتقاليد واللي الجمهور أول الملتزمين بيها. جمهور النادي الأهلي عنده هو رقم واحد. النهاردة ذكرى ميلاد أحد العظماء الحقيقة اللي أرسوا هذه المبادئ، المايسترو صالح سليم اللي كان بيختصر كل المبادئ في أفعاله، واحد من الرياضيين العظام ومن رؤساء النادي الأهلي اللي لهم مكانة تاريخية ومكانة خاصة في تاريخ النادي الأهلي بالمواقف والنجاحات. حائط الصد بالنسبة للنادي الأهلي هو تقدير رموزه وأن دايما مصلحة الأهلي أهم من مصلحة أولاده. طول ما الأهلوية بيقدروا رموزهم وبيمشوا على نهجهم هيفضل دائما النادي الأهلي هو رقم واحد. مايسترو صالح سليم مش مجرد رمز ولا رئيس نادي ولا لاعب له تاريخ، لا ده واحد من اللي بنوا ثوابت النادي الأهلي وتمسكوا بيها وطبقوها على نفسهم قبل غيرهم، واحد من اللي عملوا شعبية لكرة القدم، كاريزما جبارة، عشان كده سيرته عايشة معانا لغاية دلوقتي. ألف رحمة ونور عليك يا مايسترو. خلينا نطلع نشوف تقرير عن ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي لاعبا وإداريا المايسترو صالح سليم. من كان يظن أن هذه الصور بالأبيض والأسود ستلون تاريخ كرة القدم في مصر والوطن العربي وإفريقيا؟ أسطورة النادي الأهلي لاعبا ورئيسا وأحد أنجح المسؤولين في تاريخ كرة القدم والرياضة في مصر، هو الأب الروحي لجماهير الأهلي، صاحب المقولة الراسخة في الأذهان الأهلي فوق الجميع، المايسترو صالح سليم. ولد في 11 من شهر سبتمبر عام 1930، بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء
عام 1944، ولم يمر وقت طويل حتى أثبت نفسه وتم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن 17 عاماً. افتتح التسجيل في أول ظهور رسمي له أمام المصري البورسعيدي التي حقق فيها الأهلي الفوز بثلاثية دون رد. توج المايسترو مع القلعة الحمراء في 11 بطولة للدوري المصري وثمانية ألقاب لبطولة كأس مصر ولقب لكأس الجمهورية العربية المتحدة. خاض المايسترو الراحل مع الأهلي أكثر من 185 مباراة، سجل خلالها 99 هدفاً. الكابتن صالح سليم الذي كتب رقماً قياسياً لم يكسر حتى الآن في تاريخ الدوري المصري للتهديف الشخصي في مباراة واحدة بعد أن سجل 7 أهداف في مرمى الإسماعيلي عام 1958 التي انتهت بثمانية أهداف دون رد. كما يعد صاحب الرقم القياسي في التتويج المتتالي بلقب الدوري المصري في عدة مواسم مشاركة مع الأسطورة الراحل محمد عطية توتو. صالح سليم وانتو منه من طهر هو وكل ويحطه في الجول، الجول الثالث. خاض تجربة احتراف تاريخية مع فريق غرادزر النمساوي موسم 1962 ليصبح أول مصري يحترف هناك، سجل خلال تواجده 6 أهداف في 10 مباريات ليعود مجددا إلى القلعة الحمراء بعد مقولته الشهيرة شعرت بالحنين إلى الأهلي فهو حياتي وبيتي. وظل الكابتن صالح سليم متواجداً مع الأهلي طيلة 19 عاماً حتى اعتزاله في نهاية عام 1966. توج الكابتن صالح سليم مع منتخبنا الوطني بكأس بطولة الأمم الإفريقية عام 1959، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية في روما عام 1960 وكأس أمم إفريقيا عام 1962 التي احتلت مصر الوصافة فيها. اقتحم المايسترو صالح سليم عالم التمثيل حيث شارك في عدة أعمال سينمائية ظلت خالدة في الذاكرة عبر فيلم السبع بنات، ثم لعب دور البطولة في فيلم الشموع السوداء وكذلك الباب المفتوح. حتى روي عايزاه يمشي حسب الأوامر لغاية دلوقتي، هو بس اللي بيسمع كلامي وبيثق فيه. على كل حال أنا أثق في روي. تدرج في فنون الإدارة وتسلم مهمة منصب مدير الكرة في القلعة الحمراء، ثم عضواً لمجلس الإدارة، ثم رئيساً للنادي لمدة 18 عاماً، وهي مدة لم يصل لها أي رئيس آخر. خلال فترة رئاسته استطاع فريق كرة القدم تحقيق أكثر من 35 بطولة محلية وقارية وعربية، ولم يكن الأهلي قد توج بأي لقب إفريقي في تاريخه قبل تسلم المايسترو رئاسة النادي وقتها، واكتفى بالهيمنة على كرة القدم المصرية. بناء على تلك الإنجازات اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الأهلي نادياً للقرن ليذهب المايسترو صالح سليم ليتسلم الجائزة بنفسه في مدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية عام 2001. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جداً بهذا الإنجاز توفي المايسترو في 6 مايو عام 2002 بعد صراع مع المرض، تاركاً سجلاً من الإنجازات والمبادئ التي نفذها على نفسه وأضحت أسساً يتعلمها كل المنتمي للقلعة الحمراء يحفظها القاصي والداني عن ظهر قلب. الله يرحمه، الحقيقة يظل دائما أسطورة كبيرة جدا جدا، ويظل دائما كابتن صالح سليم في قلوب كل الأهلوية. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنشوف تقرير كالعادة، هنعرف آخر الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد فاصل، ومن بعد الفاصل هنبدأ النهاردة في قضية البيت الكبير وكلام هام جدا جدا جدا. هيكون معايا بعد الفاصل نجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، الأستاذ محمود صبري، الأستاذ جمال الزهيري، الكابتن أشرف ممدوح، هيكونوا معانا الأربعة على ترابيزة البيت الكبير عشان نقدر نتكلم في قضية البيت الكبير والموضوعية ولا الترند في الإعلام الرياضي، كيف سننظر إلى هذا الأمر، الموضوعية أم الترند. هنطلع فاصل، ونطلع من خلال هذا الفاصل نشوف أهم الأخبار العالمية والمحلية، وبعد الفاصل نستقبل نجومنا الكبار في قضية البيت الكبير.
واصل المارد الأحمر تحضيراته استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بخوض الفريق مباراة ودية أمام طلاع الجيش انتهت منذ قليل في ختام تحضيرات المارد الأحمر قبل السفر إلى السعودية. أكد اللاعب أكرم توفيق أن جميع زملائه في الفريق ظهروا بحالة تركيز شديدة خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في النمسا، كما أكد على أن نتائج فحوصاته جاءت جيدة وأن الأمور جيدة للغاية ومن الممكن مشاركته في المباريات بشكل تدريجي بعد مرور 3 أسابيع. شهدت قرعة الدور المصري التي أجريت منذ قليل عن مواجهات نارية لحامل لقب المسابقة الأهلي في حمل الدفاع المارد الأحمر على لقبه، وأوقعت أولى مواجهاته مع المصري البورسعيدي وثاني مواجهاته مع سيراميكا، بينما ثالث مواجهاته أمام الجونة. اختتم منتخبنا الوطني بقيادة المدرب روي فيتوريا تدريباته اليوم استعدادا للقاء نظيره التونسي وديا يوم غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار التي ستقام شهر يناير المقبل. تراجعت المصرية ميار شريف لاعبة منتخبنا الوطني للتنس إلى المركز 32 في التصنيف العالمي للاعبات التنس الذي صدر اليوم، حيث تراجعت مركزا واحدا فقط بعدما ودعت بطولة أمريكا المفتوحة مبكرا. أشارت تقارير صحفية إلى أن الفرنسي بول بوغبا متوسط ميدان فريق يوفنتوس الإيطالي سقط في اختبار المنشطات بعد مباراة أودينيزي التي لعبت في 20 شهر أغسطس الماضي ضمن مباريات الدوري الإيطالي. أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي قالة المدرب لوران بلان من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج لهذا الموسم، وكان ليون قد خسر 3 مباريات من 4 لعبها هذا الموسم إضافة إلى تعادله في مباراة واحدة. كشف رودي فولر المدرب المؤقت لمنتخب ألمانيا عزم الاتحاد الوطني لكرة القدم تعيين مدير فني جديد بعد إقالة هانز فليك من منصبه أمس الأحد، وأكد أنه من ضمن المرشحين كل من جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق وترشيحات بقوة ليورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، وكل يوم اثنين وقضيه البيت الكبير. نجوم الكبار اللي مشرفينا في هذا اليوم او في هذه القضيه، قضيه الاعلام الرياضي ما بين الموضوعيه والتعصب. هنتكلم في هذا الأمر بمنتهى الصراحة وهنتكلم مع حضراتكم في كل هذه الأمور، ولكن خليني أبدأ الأول وأرحب بضيوفنا ونجومنا الكبار اللي هيكونوا موجودين معنا، أستاذنا وكابتننا وكل شيء الكابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن؟ كابتن مصر منور، سعيد جدا بوجودك معنا. وأنا سعيد إن أنا موجود النهاردة معاكم. ربنا يخليك. أيضا النجم الكبير كابتن أشرف ممدوح، ازيك يا أشرف؟ اسلام، والله سعيد جدا جدا بوجودي معاك النهارده، وطبعا يعني النخبه كابتن شريف عبد المنعم كابتننا الكبير، والاساتذه طبعا الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزويري. استاذ جمال الزويري والاستاذ محمود صبري اصغر اثنين، فعشان كده انا هسيبهم في الاخر. اصغر اثنين حجما. لا حجما انت. اهلا بك. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بك استاذ جمال الزويري. كل سنه وانت طيبين. سعيد بوجودي طبعا مع القامات الجامدة دي، ومع حضرتك طبعا، ومع اخويا العزيز محمود صبري. مش هقدم بقى انا، خلاص خلاص. لا ما هو اتحرق خلاص. كابتن اشرف حرق المفاجاه الرابعه. ازيك يا استاذ محمود؟ داخل الكابتن مشرف ومنور. بشكرك مع ناس بحبهم على فكره. طبعا يعني. طبعا كلنا بنشجع الناس كلها بتحبك. كابتن شريف طبعا، كابتن واشرف طبعا. اشرف جيل واحد فانا اقول له اشرف يعني عادي. احنا اخوات. طيب هنبدا دائما زي ما قلت لحضراتكم هذا التقرير الهام جدا، عايز حضراتكم تتفرجوا على هذا التقرير لانه تقرير مهم جدا جدا جدا. نطلع نشوف التقرير والقضية اللي هنتكلم عنها ما بين الموضوعية أو الإعلام الرياضي ما بين الموضوعية والتعصب. الإعلام الرياضي رسالة سامية وهامة هدفها التنوير والتعليم للمجتمع في نبذ التعصب، ودائما ما كان يبرز دوره في تشجيع اللاعبين ويساعد في صناعة الأبطال وتعزيز الانتماء الوطني، ويساهم بكل طاقاته في إنجاح المسيرة الرياضية. انا بكره، لا بكره النادي الاهلي، بكره الماتش ده. اي في بدايته اي كوره في اول الماتش لاخر الماتش اي التحام الاقي لعيبه النادي الاهلي على الارض. دينو كدنسة. لا بص بقى، وغلبتك كدنسة. وعشان حمدي فتحي ان انت ما تلعبش جوله تانية الا لما الاهلي خلص جولاته. يعني ايه؟ ماشي خلاص الاهلي بيتاجل له، خلاص وقف الدوري. طب يا ترى النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، ومصر بتلعب باسم مين؟ تعصب جديد خرج لنا من خلف الكاميرات
وعلى المنابر الإعلامية في استوديوهات بعض البرامج الرياضية التي أغفلت دور الإعلام الرياضي في التغلب على ظاهرة الشغب والتعصب الرياضي في ظل تحول المنافسة عبر القنوات الفضائية إلى صراع تعدى المهنية ليتحول إلى الشخصنة والذاتية وتصفية الحسابات وتبادل الاتهامات على الهواء مباشرة، أو كلام أحد ضيوف البرنامج وهو يتهكم على نادي معين وعلى جمهوره وعلى مكانته وسط مرأة ومسمع من الجميع. هنا يتيقن للمشاهد أن هذه البرامج تبحث عن زيادة عدد المشاهدين أو تصدر الترند دون أي اهتمام لجودة المحتوى الذي ابتعدت عنه كل البعد وتركت هدفها الرئيس. لا بد لهذه البرامج وجمهورها أن يعلموا بأن الرياضة أخلاق، وأن الروح الرياضية لا بد أن تسود بين الجميع كي لا يفتقد الإعلام الرياضي الرسالة الحقيقية التي أسس من أجلها، الممثلة في التركيز على الروح الرياضية والمفهوم الصحيح للفوز والهزيمة. الحقيقة مثل هذه اللقطات هي اللي احنا كنا عايشين عليها كلاعيبة كورة من أيام قبل كابتن شريف كمان لغاية الآن. هذه هي العلاقات الدائمة ما بين لاعيبة الكورة، ممكن تحصل شوية شد وجذب أثناء المباراة، ولكن في نهاية المباراة زي ما حضراتكم شفتوا مش في أول التقرير، في نهاية التقرير. كابتن شريف خليني أبدأ مع حضرتك، وحضرتك واحد من اللي عاصرته أجيال كثيرة جدا خلال الفترة السابقة، وعارف يعني إيه إعلام رياضي أو منذ بداية الإعلام الرياضي، وحضرتك شفت إيه اللي بيحصل. لو تشرح لنا إحنا إزاي وصلنا لهذه المرحلة من التعصب. خلينا بقى يعني لا، هي مش مسألة تعصب بس، هو أنا ليا بس لقطة أنت عجبتني طبعا بتاعت حسن شحاتة والخطيب لما الأيام نحن كنا وراحوا للجماهير وكل حاجة. تاني حاجة أنا عايز أقولك، أنا وأنا بلعب مباراة أهلي وزمالك زمان عمري ما خرجت عندي مشكلة نتيجة يمين أو شمال صالحهم أو صالح الآلي أو الناس بتمتثل والناس بتمشي. حتى في الإعلام كان في ناس في الإعلام الرياضي الحقيقة قامات كبيرة جدا، يعني كان في أستاذ إسماعيل بقري في أورام، وكان في أستاذ عباس لبيب، كان في المستكاوي طبعا شيخ استاذ عبد المجيد نعمان، استاذ عبد المجيد كابتن نعمان. احمد مكاوي الناس دي كلهم كانوا واحده وكنت ناصف سليم عشان ما اقدرش طبعا اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عنها. فالناس دي كلها كانت مهيئه الجو العام نفسه كمان بشكل محترم جدا، يعني انك انت كنت استحاله تشوف غير الوصف او تشوف غير الكلام عن فعلا اذا كان واحد طلع قال ولما الاهلي يلعب باسمه مصر مصر، ده ما كانش فيه الحته دي خالص، التهكم ولا البحث عن الحاجات اللي بيتكلموا عنها دلوقتي في السوشيال ميديا ترند. كل واحد دلوقتي عايز يتجاوز عشان يبقى ترند، عايز يجيب في حق الاخر عشان يبقى ترند، عايز الحكايه بقت تيك توك، ما بقتش الرياضه اللي احنا بنتكلم عنها وكلامات. فبقى اي حد دلوقتي عايز يبقى له وجود او اي حاجه، يا النبره تطلع يا التجاوز يطلع، يا ما بيبحثش لنفسه ازاي الافضل بقى الافضل. يعني ازاي الناس اللي هي عندها اداره وتخطيط هي اللي بتنجح والناس اللي بتشتغل. كابتن الاعلام الرياضي من امتى هو بادئ او بدا امتى الاعلام الرياضي؟ يعني هل ايامكم كان في مش من بعيد قوي يعني الكلام ده من 10 سنين ولا حاجه؟ من 50 سنه. انا لما كنت اصحى الصبح وما الاقيش اسمي في الجرايد كنت اقول ان انا مش كويس، انا حاولت انا خارج مستوايا، يعني انا حاولت كان الاعلام الرياضي بيدينا كلنا حقنا وزياده الحقيقه على حسب وجودك على حسب انجازاتك على، وكنا احسن اصحابنا كلنا والله زي ما بقولك كده جميع الانديه اصحابنا خاصه نادي الزمالك، يعني لحد النهارده الحقيقه لحد النهارده بنصبح على بعض ونطمن على بعض وصحه بعض. كابتن ابو رجيل اول واحد بيطمن علينا كلنا، كابتن خواجه كل يوم انا معاه، ومحمد صلاح لسه انا مكلمه من اسبوع عايز ايه وخف الدم وبنطمن على بعض بنسمع اي حاجه. ما كانش فيه اللي موجود دلوقتي ده، لان الحكايه عليت يا اسلام. صح الحكايه عليت يا اشرف،
عايز اسالك لانه ده سؤال مهم جدا، ليه الحكايه عليت؟ ليه هل الناس كلها دلوقتي بدات تنظر الى الترند فقط؟ هو الترند دلوقتي ان انا اطلع اتكلم عن الزمالك مثلا او عن بيراميدز او عن كذا بطريقه سيئه علشان انجح وعشان الناس تقعد تتفرج عليا، ولا من الممكن ان نرى ترند ايجابي؟ بمعنى الحلقه اللي حضراتكم بتعملوها، يعني انا حاولت الحقيقه النهارده مثلا ان اجيب كابتن حسن مستكاوي يقول رايه بمنتهى الصراحه، يعني انا سمعت راي كابتن حسن قبل كده وعارفه، كابتن حسن مستكاوي ان هو قال ان انا لو انا منكم اقفل قناه الاهلي وقناه الزمالك. على انا حتى كلمته قلت له كابتن حسن يعني طب قناه الاهلي انا اذا كان هناك من يسيء عن على اشخاص معينه، انا كنت ساعتها بتكلم على شخص او اشخاص معينه يعني، فليه نتكلم كده؟ فايه اللي سبب في ان احنا نصعد او الوتيره تصعد لهذه الدرجه يا اشرف؟ طبعا بالاضافه للي قاله كابتن شريف واللي قلته اسلام، طبعا فكره الترند دلوقتي، الترند ايجابي او سلبي، يعني دلوقتي الناس بتدور بس انه يبقى ترند وخلاص، مش فارق ايجابي سلبي، بينقله للناس ازاي، الجمهور بيستقبله ازاي، دي مش فارقه تماما دلوقتي. لكن انا شايف ان نقطتين اساسيين بيفرقوا جدا جدا في الاعلام الرياضي دلوقتي، هي غياب المعايير. مفيش معايير دلوقتي للمقدم البرنامج او البرامج او حتى البرنامج نفسه، دي مشكله كبيره جدا. لازم يكون هناك في معايير معينه علشان الراجل ده يبقى موجود بينقل الصوره للناس وبيعرض الاخبار للناس، وبيعرضها ازاي وباي شكل. كمان النقطه المهمه جدا هي المحتوى، المحتوى نفسه النهارده سيء جدا جدا في بعض البرامج، انا بتكلم على بعض البرامج وبعض القنوات لان مش الكل، ما ينفعش تعمم طبعا، لان هناك في برامج بتقدم محتوى محترم، مذيعين، والصوره اختلفت عن قبل كده. يعني دلوقتي في وجوه مش هقول عليها شابه ولكن تاخر صعودها او وجودها، لكن في وجوه دلوقتي موجوده او اشخاص موجودين دلوقتي بيقدموا محتوى محترم، ونقدر نقول ان القاعده اتسعت شويه، ما كانتش موجوده بشكل كبير، يعني كان في 2 أو 3 بالكثير جدا، النهارده موجود 7 أو 8 مذيعين يعني من غير اسماء لكن بيقدموا محتوى محترم. استقبال الناس للامور دي اسلام محتاجه انك يبقى عندك معايير لده ورقابة طبعا على ده، مش بس الرقابة اني برنامج او مقدم إيه؟ برنامج أنا آسف. رقابة هقول انا اسف ان انا بقطعك، اصل الرقابة رقابة ايه؟ ده احنا كان في وقت من الاوقات كان ممكن واحد يطلع يقول لك ايه اشرف ممدوح ده كذا وكذا وكذا، مش كان بيحصل؟ صحيح. مش كان بيحصل طبعا، كنا نطلع احنا هنا نتكلم بالمواربة، لان انت بتتكلم برضو يعني انا اسف هنا انا بتكلم وانا تحت تراعي الجمهور وبتراعي تحت شعار اسمه واسم النادي الاهلي طبعًا. فبالتالي انا عندي سياسه بتكلم سياسه صحيح. سياسه قناه يعني صحيح. او سياسه نادي بنمشي عليها فبالتالي فانت كان كل يوم وبنطلع نقعد نهاتي ونقول يا جماعه ما يصحش اللي بيحصل وكذا وكذا، ولكن عموما ماشي. لكن الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده نتمنى ان يبدا انت بتنادي بيه وكلنا بننادي بيه من سنوات طويله جدا. أيوة. ان يكون في رقابه على المحتوى اللي بيتقدم، ورقابه كمان على الناس اللي بتطلع امام الميكروفون ده اللي بتقدم صحيح. المحتوى ده للناس، لازم يكون في رقابه بشكل كبير جدا، مش بس على ايقاف برنامج او ايقاف مقدم برنامج، هي دي الفكره. مش ده العقاب او مش ده الموضوع، مش يعني ده الموضوع ان يبقى في رقابه على المحتوى اللي بيتقدم للناس، ويبقى في رقابه كمان على مستوى المذيع او مقدم البرنامج اللي بيقدم المحتوى ده صحيح. للناس، لانه مفترض انه يكون عنده سمات كبيره جدا اسلام، 7 أو 8 صفات لازم يكونوا في مقدم البرنامج ده صحيح. على الاقل الامانه والصدق والمسؤوليه والتجرد والموضوعيه، حاجات كتيره جدا ويبعد عن الترند. دي كانت وجهه نظري يعني ان طبعا يعني امور كتيره جدا الحقيقه لازم تراعى جدا جدا قبل ما يكون عندي برنامج وقبل ما يكون عندي مقدم للبرنامج ده، لابد انها تراعى من البدايه عشان يكون عندي محتوى محترم يتقدم للناس. طيب هل من الممكن او ده اللي احنا بنشوفه، هل يطغى انتماء بعض مقدمي البرامج اللي من المفترض ان هم في قنوات محايده على رايهم وادائهم يا استاذ جمال؟ شوف يا كابتن اسلام، اولا باكد طبعا على نقطه المعايير اللي يجب اللي قالها كابتن اشرف، يجب ان تكون موجوده في اي حد يمسك ميكروفون. الميكروفون ده على فكره من اخطر ما يكون. صحيح. معلش يعني عارف في مثل يقول لك الهبله مسكوها طبله. انا بتكلم بوش كده، الميكروفون طالع مني على الناس على طول، انا بخاطب
الجماهير. صحيح. وبخاطب الناس في البيوت. فلما اطلع اقول هذا الكلام بهذه الانسيابية، يعني انا في احد الاشخاص برضو مش عايز اذكر اسمه سئل وهو كان ضيف في احد البرامج، انت ما بتحبش الاهلي؟ فقال له لا انا بكره الاهلي. ايوه لما احنا جبناها في أيوة الاول. لا بيقولك انا بكرهه. يا عم ده الراجل المذيع بيلطف لك الامور ان انت ما بتحبش الاهلي، ماشي انت حر في انتمائك. قالوا لا 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 انا بكره، يعني عارف فيها حظ على الكراهيه بشكل إيه غريب. ايه الفكره في ان انت تقول حاجه زي دي؟ انت بتوصل أيوة ايه للجيل او بالزبط للناس الشباب الصغار اللي بيتفرج عليه بالظبط كده. وبعدين إيه يعني؟ في موضه جديده طلعت الايام دي اللي هي المجاهره بالكراهيه. يعني مثلا يجي الاهلي بيلعب، الاهلي انا عايزه يخسر. يا جماعه عمرها ما كانت بتحصل، حتى لو كان في بعض الناس عندهم هذه الامنيه ما بينهم وبين بعض ما بيقولهاش. انا من يوم اذا بوليتم فاستتر. انا امبارح يعني واحد مش عايز قلت يا جماعه نستنى ليوم الجمعه بعد، يعني ما تقولش ان انا بكره الاهلي ولا ان انا بحبش الاهلي ولا عايز الاهلي يتغلب. اسكت لغايه يوم الجمعه، وبعد يوم الجمعه اقول اللي انت عايزه. لا وحتى بعد يوم الجمعه خليها في قلبك وريح، ما تتعبش الناس معاك. يعني لكن برضو الكابتن شريف اثار نقطه، اشار الى الناس القدام. اصل الاعلام الرياضي مر بمراحل كتيره. صحيح. المرحله الاولى المرحله المنضبطه اللي كان كل واحد فينا بيتعلم وبيلتزم غصب عنه عشان يشتغل. يعني انا بدات في الاخبار ومجله الاهلي مع بعض، اقسم بالله استاذ عبد المجيد نعمان يا استاذ محمود كان هو رئيس تحرير المجله وفي نفس الوقت المشرف على الرياضه في اخبار، ومع ذلك كان كلامه معانا انتوا هنا الاخبار مالكش دعوه، انت انتمائك خليه مع نفسك، خليه لما تيجي تكتب اكتب زي ما انت عايز في الاهلي في المجله او في الوسيله الاعلاميه المعبره عن النادي الاهلي. جميل. اقول لك على حاجه، فضل. انا كان ليا الحظ وعشت مرحله وقت كابتن صالح سليم وكان بيقعد مع استاذ عبد المجيد عمري ما شفته بيتكلموا في اي نقاط تخص النادي الاهلي او تخص بالظبط كده او راجل موجود في النادي الاهلي في مجله النادي الاهلي في كل حاجه. عمري ما شفت اي نقاش كنت انا يعني بحضر بيتكلموا في اي حاجه تانية خالص بالظبط. ليه؟ لان في مسؤوليه، في مسؤوليه مجتمعيه اللي هيشز عن الموضوع ما كانش هيقعد مع صالح سليم تاني او اللي هيشز مع ما كانش هيقعد مع حسن حلمي تاني. اللي الحكايه دي كانت معروفه يعني والشيء بالشيء يذكر، في روابط كمان بتمسك الحكايه طبعا. مش الشيء بالشيء يذكر بقى كابتن شريف يا كابتن اسلام انه كابتن احمد مكاوي انا اتعاملت معاه وهذا هو هداف النادي الاهلي القديم، يمكن الجيل الحالي او الاجيال الاخيره مش عارفاه، انما ده كان في وقته سوبرمان في النادي الاهلي. صحيح. كان هداف واول لاعب تقريبا احرز هدف للاهلي في الدوري. يعني بقى ما فيش اقدم من كده، بقى ما فيش اهلي اكتر من كده. ومع ذلك لما كان بيكتب في الاخبار انا اشهد على انه حتى الزملكاويه كانوا بيحبوا يقروا له، واخد بالك؟ هي دي المرحله اللي انا بتكلم عليها، مرحله انه يبقى انت عندك مسؤوليه. وكان مكاوي على فكره دايما يحكي لنا كابتن اسلام انه دايما يقعد مع اصحابه بعد ماتش الاهلي والزمالك، يروحوا يقعدوا في نادي الزمالك ويسهروا ويقضوا سهرتهم في نادي الزمالك. طيب. ويلعبوا طاوله مثلا ولا تمام. استاذ محمود، هل الرساله الاعلاميه المهنيه بتتراجع امام شهوه الترند؟ طبعا. وتسقط وتنهار وما زالت وستظل مش هتبقى موجوده الفتره اللي جايه برضه. طبعا. ليه بقى؟ طب خلاص يا جماعه احنا هنقفل الحلقه ونمشي عشان يلا بينا. يلا بينا يلا بينا. عاوز حقيقه ولا عاوز نقول لك كلمتين لا مش كلمتين ولكن امثال حضراتكم هم اللي صنعتوا المشهد عشان نصحح الاوضاع. المشهد اللي انت شايفه ده مشهد مرعب مربك بامانه شديده. مش ده الاعلام اللي احنا عايزينه. معلش انا هقطعك في حته دي وهسكت خالص. هل حتى ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بعد اختفاء جزء كبير من السبب الرئيسي فيما كان يحدث خلال الفترة السابقة؟ طبعا. ولسه هتشوف وفي ناس هتتحول بقوة خلال الفترة اللي جاية.
ما هو الهدف؟ يعني انت زي ما قال كابتن اشرف، المحتوى فين؟ الهدف فين؟ يعني ايه هي القضيه اللي نوقشت في الاعلام او في البرامج افادت الكره المصريه او الرياضه المصريه بصفه عامه؟ ايه هو حدود النقد؟ يعني انا جاي اقعد بتفرج دلوقتي على برنامج، عاوز اشوف ايه المعلومه اللي انا هاخدها منك، هستفيد منك ايه؟ ما هو الهدف من خروج اشخاص بعينهم لسب الاهلي يوميا في البرامج والتطاول؟ فشلوا في الفوز على الاهلي في المستطيل الاخضر، فوجدوا ضالتهم في المستطيل الاخر عبر الشاشات لينالوا منه. كل واحد عنده في داخله شيء تحول تدريجيا وسط صمت تام وغريب. طيب هل الاعلام كان قبل كده؟ لا يا فندم، ما تعلمناش كده، ما شفناش ده الاعلام. احنا انا بكلمك اهو، انا يعني لما اكلمك على تجربتي الشخصيه على مدار السنوات دي كلها، ماشي، وكنا بنتعرض يعني بص، تناولنا الاهلي بمنتهى النقد في كثير من المواقف على فكره، لكن ايه، ما خرجش حد من مجلس اداره الاهلي قدر مثلا يرد عليك، لانه كان يعرف انه الهدف ما فيش هدف. انت بتتكلم على انك انت بتكتب الحاجه الايجابيه والسلبيه بالصوره بموضوعيه، مالكش مصلحه. لكن النهارده انت اسماء اشخاص انا اقدر اعملهم في قائمه 6-7 تفننوا على مدار 7-8 سنوات اللي فاتوا بامانه شديده في محاوله البرواز الجميل ده، عاوز اخبطه وانا عاوز اشوهه شويه، فهم نجحوا بامانه، بقول لك اهو نجحوا. نجح عند الاطفال الصغيرين 12-15-17-18 سنه ان هم يخدشوا لك الكلام ده، البرواز بتاعك في ايه؟ وسط صمت تام، رغم ان مجلس اداره الاهلي مثلا ان ويئن ويشكو وقلما تجد من يستمع له. ولنا مثلا في بعض الاحداث اللي انا اقدر اقول عليها 1-2 كابتن، كان المفروض يتحط في ايه؟ تمنع النزل نهائيا في واقعه، في واقعه نهائي افريقيا 2018 مثلا، تسبب فيها كابتن تاريخي ومعه الاخر كان يعمل في الاتحاد الافريقي واصبح مذيعا الان، في بس خطاب مسموم على الاهلي كان نتيجته انه بس اتحطم والفريق تعرض للهلال. ايضا تعرض في الاهلي في الهلال السوداني في 2020 بنفس الكابتن التاريخي صاحب المبادئ والقيم التي حدثنا عنها دوما. خلينا نتكلم على الاهلي، ما انا بكلم برضه محاوله ان طب لو حدث كارثه، كارثه وكان نتيجتها انه تم الاعتداء وسقط ضحايا، حصلت ما انا بكلمك، يعني اللي انا عاوز بنعاني منها لغايه النهارده بالظبط. الجماهير مش موجوده، انا بكلمك ايه، دي واقعه، وبعد كده حصل كمان واقعه ثانيه، يعني عاوز اقول لك ايه، برضه في السودان وفي الوداد نفس الشيء. يعني عاوز اقول لك ايه، اذا كان هذا هو الاعلام، الاخرين او الاخر المشهد من بره كابتن اسلام، الاشقاء في كل الدول العربيه بيقعدوا يضحكوا، حتى اصبحنا لقمه سائغه للاخرين. هناك احد البرامج في دوله الامارات افق في تلفزيون عجمان لقى الفرصه مواسيه جدا، فعمل برنامج يومي ولا اسبوعي ينال من النادي الاهلي، ويجيب ضيوف يتكلموا، بدور على الترند كمان هو الثاني عشان عاوز حد يرد عليه برضه. راجل برضه يعني بيشجع المنافس، فده فرصه كويسه. هل احنا نستطيع هنا نتكلم على الدوري الاماراتي؟ على الدوري لا، ما انت عندك برضه مسؤوليه، هل نستطيع ان احنا نقول مين اصل الدوري مين هل ما انا بكلمك احنا بنتكلم مين اللي سمح؟ انت بتقول لي احنا مين؟ ماشي، احنا مصر بتتكلم على مصر، انت بتتكلم على حجم، ما انا بتكلم حجم قد كده، عارف ان هو فاشل، ما انا بكلمك، ما انا بكلمك يا كابتن شريف. يعني انا عاوز اقول لك ايه، انه القضيه تغولت علينا احنا دلوقتي مع المظهر اللي انت شايف ده، تحولنا احنا ايه، بناكل في بعض، فعشان كده احنا اصبحنا بره ايه، لقمه سائغه اعلاميا. انت دلوقتي كرامتك مهدرة من الجميع، بدليل ايه؟ لما تيجي تبين انك انت بتحب الوداد المغربي ولا الرجاء ولا الهلال السعودي ولا النصر ولا الاتحاد على حساب ابن بلدك، سواء طرف من هنا ومن هنا. يعني مثلا انا ضد انه مثلا جماهير الاهلي، وكنت مثلا في الأطم لقطات لما قال لك افريقيا سان داونز في 2016 كنت رافض لهذه الفكره، رغم انه ده صراع من الجماهير، لكن كنت رافض هذه الفكره. الاهلي ما يعملش كده، الاهلي بيركز طول عمره، الاهلي وجمهوره دعم فريقه ملوش دعوه، والافريقيا سان داونز كانت نتيجه ايه؟ رد من الطرف الاخر على مش عارف مين، كان نتيجه وصلنا لمرحله ايه؟ انه دخل اطراف المفروض يكونوا حيادين بالصوره، لانه ماسكين قاعدين على شاشه بيخاطبوا الناس، هم وجدوا في غريزتهم فرصه كيف الانتقام
من المنافس. هو ده اللي وصلنا. إن لا ولا ما؟ كيف المناخ المتاح؟ لا 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 ما انتقاء. ما في مناخ, ما في مناخ كمان ماشي. اتولد. بس هو كيف ايه؟ في مناخ اتولد هو اللي خلاني انا انت لما اتجرأ بهذا الشكل يعني. انت لما تيجي يعني تنقد الموضوع بص عليه بصة بصة شاملة. يعني ما تطلعش نفسك انك انت ملاك. لا في اخطاء او في اخطاء. لكن انت طبعا. طبعا. لكن انت طبعًا. هنا قياسا لما اجي احط على المشهد اللي احنا شفناه المرتبك طول الفترة اللي فاتت. واشوف قناة الاهلي بتعمل ايه. واشوف قناة المنافس بتعمل ايه. لا يوجد مقارنة. ده انت هنا بتدخل بيتقال لك صراحة. ملناش علاقة بالطرف الاخر. ركز. ركز فوق. سر نجاح الاهلي ايه يا كابتن? سر نجاح الاهلي. واحنا بتكلمناه وقلناه هنا مع كابتن سام. سر نجاح السفينة ايه? انها ماشية. خلاص. لا احد ينظر الا للاخطاء اللي عندنا. يعني انت بركز مع ايه? انت بركز. احنا عندنا هنا في الاعلام في المرحلة اللي احنا عايشينها. لها مرحلة صعبة. بس انت لازم تفصل بين حاجتين. بين اعلام اللي هو مسيطر دلوقتي. خلاص اعلام السوشيال ميديا والترند والبرامج. وبين الاعلام الصحافة. في فرق. طبعا. اعلام الصحافة انزوى جانبا عشان نكون. شوف انت بقى كابتن الجوهري رحمه الله عليه في لقاء معاه في حوار قال لما كانت كتب اسمي في الاهرام ولا الاخبار ما كنتش انام بالليل ما كانش ما لسه كان بيقول اسمه يعني اسمه كده مثلا كانت كتب كده يتكتب كده اسمه كان الاستاذ نجيب رحمه الله عليه يكتب اسمه استاذ عماد يكتب اسمه في الموضوع في المات اسمه مش بعد كده لكن انت دلوقتي عمل قال لك ايه قال لك ايه دلوقتي صحيح. قال لك ايه وقتها شوف بقى لما ايه كتروا الجرايد عشان كده كان نفسي كابتن حسن ايه لكن للاسف وصلنا كام يا كابتن وصلنا كان حوالي 7-8 جرايد يعني كان الاهرام الاخبار الجمهوريه وكان المساء بعد كده دخلت الاهرام المسائي صح ماشي وبعد كده دخلت مجله الاهرام الرياضي ودخلت اخبار الرياضه دخلت حاجه اسمها كره الملاعب اخبار الرياضه التعاون الرياضي بس في حاجه تاني لا في حاجه تاني بعد كده ايه دول كان هم بعد كده دخلت ايه جرايد خاصة تدريجيا مع وجود مجلات الأندية ما كانش المشهد كده لكن دلوقتي كمان يا إسلام لازم تضع في اعتبارك انه كمان الذوق العام تغير الناس بدأت جانب من الناس مش الكل جانب الناس بيهوى البرامج بيهوى الكلام الخارج عن النص يعني. الناس كل واحد يبقى عايز يعمل اللي عايزه انما احنا بنتكلم على ايه يا استاذ محمود على وسائل الفكره هي حلقه نقاش اللي عايز يتكلم أيوة يعني مش هي وسائل يعني احنا مش هنقعد نلف يعني انا حتى بعيدا عن الاخطاء المحليه في الاعلام الاعلام الرياضي الاعلام الرياضي الخاطئ ده وصلك في يوم من الايام الى مشاكل رهيبه جدا يا استاذ جمال لا مع الجزائر صحيح مع الجزائر صحيح انا طب انا احكي لك قصه انا حضرتها انا بس قبل ما حضرتك تحكي القصه مع كابتن حسن شحاته طب اتفضل في ماتش اللي هو انتهى 3-1 تقريبا في الجزائر ايوه ماتش اللي هو طلعت اشاعه قويه جدا انا كنت معاكم اللي هي فيها ايه بقى لا قالوا ايه بقى انه اللعيبه كانوا وجبه كسكسي فاسده فاسده طب ما انا كنت موجود في الماتش ده انا كتبت كابتن جوهر الله يرحمه كابتن شحاته حسن شحاته لا يبقى لا عشان حسن شحاته عشان 10 قال لك قال السبب بقى اللي اتقال وحبوا ان احنا نروجه انا بكلمك حتى على موقف الاعلام الرياضي في القضايا القوميه انت النهارده لما تتهم الطباخين في الجزائر واداره الكره في الجزائر ان هم اللي عملوا لك كده دي كارثه بتعمل مشكله في فانا ايامها قلت لا حتى لدرجه انه ودوني في داهيه بقى ساعتها قال لك وشاهد شاهد من اهلها صحفي مصري ينفي تهمه ان اللعيبه بتوع مصر اكلوا كسكسي فاسد في الفندق قلت لهم يا جماعه انتوا هتغرقوني الناس هيفتكروني جزائري لكن انا قلت اللي انا مقتنع بيه ما ينفعش ان انا اروج لاشاعه صحيح كاذبه ممكن تودي أيوة. في داهيه ولكن انا بس النقطه هنا يا كابتن شريف وهو ده اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم مره تانية قبل بس ما اسمع راي الجمهور طب. الحاجه الاولانيه انه احنا برضو بنبقى ساعات محتاجين للشطه صح أيوة. ولكن في اطار او يعني في اطار الادب في اطار الاخلاق يعني لما كنا بنلعب كنا بننزل الجمهور جمهور اهلي وزمالك انا لسه كنت بتكلم مثلا اهلي وزمالك بيلعبوا في استاد القاهره 50,000 و50,000 خلاص ال 50,000 الاهلاويه بيشجعوا الاهلي والدنيا بتبقى لطيفه برضو لما يقولوا كلمتين اللي هي الحاجات المقبوله يعني مش الشاذة قوي فاحنا لو وصلنا حتى ده في الاعلام الرياضي ماشي ولكن ده ما بيحصلش حتى ده هو بيديك الاكستريم اللي هو الناحيه الثانيه تماما طب اسلام انت تقصد ان الترند
انك تقدر تعمل ترند بس بشكل مقبول طبعا. يعني ممكن تعمل ترند في اخبار ما هي الحكايه كلها توك شو في انفرادات في لقاءات يعني انا اقصد استاذ جمال الكابتن شريف استاذ محمد مثلا انه ممكن يكون عندي محتوى انا لغايه النهارده مش عايز اقول استغل لان كلمه استغل دي كلمه بعيده جدا يعني لكن ممكن استعين بمحمد صلاح مثلا كمحتوى يقدم لي تطوير للرياضة في مصر على مستوى انفراد العالم مثلا انفراد يعني بخبر مثلا احنا بنعملش ده هو احنا بنسألك على حاجة احنا كلنا عارفين لا. سبب الحكاية دي ايه قول لنا تعصب تعصب كده تعصب بس لا مش تعصب لا تعصب البعض يعني لا انا اتمنى ان حضرتك تتكلم بمنتهى الصراحة انا بكلمك بصراحة اشخاص يعني تقصد اشخاص مين اللي سلك الاتجاه ده وخلى الباقي وراه ايوه اوكي عارفين لما بتطلع قناه معينه ما بتتكلمش على محتوياتها هي وانجازاتها هي والمفروض يعملوا ايه لا بيتكلموا عنك انت ده عارفين السماح للناس دي انها تتواصل في هذا الشكل كان زي ما انت قلت لي انا بكره الاهلي هو انت فاكر ان هو بيقول بكره الاهلي الجماهير الاهلي لا طبعا ده بيقولها الواحد عنده مسؤول معين عايز يجيبه ايوه يشده يشغله معاه ويبقى له مكانه وهو ده الراجل عشان لما يجي يلعب الاهلي في مدينه نصر مثلا مثلا يعني 2003 لا اصل انا بكره الاهلي دي تحصل المشكله بكره الاهلي دي بقت اغنيه يعني مش جدع اللي جاب لك مش عارف ايه ويبقوا حواليه ويطبلوا له ويسقفوا له ويمشي الفساد زي ما انت شايفه كده ويمشي الشكل ده ولكن زي ما استاذ محمود قال خلاص خلصنا يبقى دور احنا رايحين لمرحله رقابيه جديده شكل بقى. مرفوض تماما أيوه. حتى الناس اللي هي بتعمل كده واللي طيب. بيطلعوا عشان معايا بس حاجه عشان معايا مكالمه اتفضل اللي بيطلعوا دول بنقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه قال لك انت عارف احنا بنعمل كده ليه؟ لازم يكون في دور رقابي ما لا طبعا. طيب بيقول لك انا بعمل ليه كده حسب دور عقابي حسب انت عارف انا بعمل كده حسب من حضراتكم ولكن معايا طبعا الاستاذ احمد موسى الاعلامي الكبير الحقيقه وطبعا الاستاذ احمد موسى واحد من الاهلاويه الكبار يعني كمان ومتابع جيد وكبير جدا لكل ما يحدث داخل النادي الاهلي يعني استاذ احمد ازي حضرتك يا فندم ده اولا ثانيا بحييك الحقيقه على الحلقه بتاعه المستشار يعني عمر مروان وزير العدل الحقيقه النهارده انا خدت منها تلت ساعه نص ساعه كده وبعدين دخلت على الهواء على طول تحيات كابتن شريف واستاذ وكابتن اشرف واستاذ محمود واستاذ جمال لحضرتك اولا كابتن اسلام مساء الخير اولا مساء الخير على ضيوفك الكرام كابتن شريف كابتن استاذ جمال استاذ محمود صبري كابتن اشرف ممدوح كلكم وكابتن اشرف كلكم لكم تحيه بشكرك اولا طبعا اشكرك على اولا حوار وزير العدل المستشار عمر مروان وكل التحيه لا حاجه جميله جدا الحقيقه بس ما يعني هنكمله بالليل بقى كملوا عشان في اخبار كثيره واخبار مهمه قوي جدا جدا يعني استاذ احمد يعني انا حابب ان انا اسمع رايك فيما يحدث في الاعلام الرياضي في مصر ورؤيتك للفتره القادمه في ظل اختفاء بعض الامور اللي كان ليها دور في احياء هذا التعصب شوف كابتن اسلام احنا كنا من فتره وعملنا اكتر من ندوه وانا حضرت عده لقاءات في المجلس الاعلى للاعلام مظبوط وزاره الشباب والرياضه في اماكن كثيره جدا حوالين دور الإعلام طيب الناس التزمت وأنا بقول 90% من الناس كانت ملتزمة للغاية ولكن للأسف في ما بين 10% ولا 7% المهم في نسبة يعني لم يكونوا ملتزمين على الإطلاق بهذا الأمر لدرجة أن أنت كنت ممكن تبقى على الهواء زي ما حكيت كده على الهواء وحد في حتة أخرى بيشتمك صح وده اللي كان بيحصل وانت ملتزم مش عايز ترد عليه ومش عايز تعمل مشكلة ان انت التزمت وانت كرجل دولة وانت في قناة النادي الاهلي او انا في قناة صدى البلد او في اخرين في قنوات اخرى كانوا بيبقوا ملتزمين تماما لانه في دولة وكنا حريصين على الدولة ما يبقاش في تراشق ما بين القنوات لان احنا في الاخر عندنا كلنا حاجة واحدة مصر جميعا طبعا. ما عندناش مصالح شخصية ولكن الان حان الوقت مرة اخرى ايوه الساحة الرياضية الان الساحة الاعلامية الان تعود للإعلام الطبيعي بتاعنا اللي احنا طول عمرنا نعرفه وتعلمناه وعمرنا والأستاذ محمود صبري جنب حضرتك اهو عمرنا في الأهرام ما سمعنا حد لفظ حد بيتكلم على حد بلفظ آخر إلا كله منتهى الاحترام ده اللي اتعلمناه دي مؤسساتنا ودي تقاليدنا لكن للأسف السنوات اللي فاتت دي كان موجود خارج السياق قفلنا الصفحة دي نبدأ الآن عندنا موسم رياضة هيبدأ انا كان نفسي بدل 10000 اللي بيتكلم عليهم النهارده نائب احمد دياب يبقوا 30 40 50000 ليه ما رجعش 40 50000 ليه انا 10000 يا جماعه احنا مصر يا جماعه انا عايز الجمهور يرجع
ونضمن الجمهور، مفيش طالما جمهور هو هيحافظ على لعبته وحافظ على المظهر الحضاري، واحنا لازم نبقى كده كلنا كاعلام مصري، مش عايز اقول رياضي وسياسي، احنا كلنا اعلام مصري وكلنا في الاخر تحت يعني عباءة الدولة المصرية طبعا، وكلنا هدفنا الدولة المصرية وصلاحها واستقرارها. محدش ابدا كان بعض الناس يطلع يقول لك شفتوا قناة الاهلي بتعمل ايه؟ لا، قناة الاهلي وانا شاهد وانا يعني متعصب اهلاوي زي كل اللي موجودين معاك. طبعا كانوا في منتهى الاحترام، الناس كانوا بتشوفهم وما كانوش بيردوا. صحيح. فحان الوقت كابتن اسلام، واحنا كلنا مع المجلس الاعلى للاعلام، مع الدكتور اشرف صبحي، مع اتحاد كرة القدم، مع رابطة، كلنا يا جماعة يلا نبدأ صفحة جديدة. طيب. الأهلي مجلس إدارته المحترم، الزمالك هينتخب مجلس إدارة محترم، كلهم هيبقوا مع بعض وكله، وعندك كل الأندية هتبقى إيد واحدة. أستاذ أحمد، أنا برضو سؤالي لحضرتك، 17% اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللي ما زالوا بيطلعوا لغاية الآن، وخلي بال حضرتك الاجيال زي ما الاستاذ محمود والاستاذ جمال والاساتذه كلهم كانوا بيتكلموا في هذا الامر، الاجيال اختلفت، الامور اختلفت، السوشيال ميديا بقى لها دور كبير وبارز، الولاد الصغيرين اللي عندهم 12 سنه لما يسمع واحد طالع يقول انا بكره الاهلي، يعني المذيع زي لسه كان الاستاذ جمال بيقولها، بيقول له يعني انت بتحب، قال له لا انا بكره الاهلي، ايه الاستفاده وكيفيه ايقاف مثل هذه العينات اللي احنا او اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي 7 او 10%؟ كابتن اسلام، اولا عمرنا انا عن نفسي وانت عن، لا يمكن في يوم من الايام تقول انا بكره النادي الفلاني ابدا. لا استحال. انا اشجع الاهلي، بس عمري ما اكره الزمالك، لا بالعكس، وانا بقولها على الهوا ومش بقولها معاك، كمان بقولها كمان في برنامج. الزمالك لما فاز ببطولات كنت بعمل له احتفال وبحييه لانه الزمالك. لو الاسماعيلي عنده زي ما تعرض لي بدايه الموسم اللي فات، انا كنت ببقى زعلان على الاسماعيلي، ولما ربنا كرمهم ادعم الاسماعيلي، الاتحاد المصري، كل الانديه المصريه، احنا ما بنكرهش حد، احنا بنحب الكل، وزي ما بقول كده المنافسه شريفه جدا، في منافسه شريفه، احنا بنتكلم رياضه في الاخر. الاصوات اللي حضرتك بتقول عليها هي اصوات، مش عايز اقول حد يختفي ومحدش يختفي، ولكن انا ما مش مع ان انا ابعد كاعلام، يعني لا مش عايز حد ابعده ولا لا، انا عايز، ولكن كل واحد لازم تقويم يوفق وضعه ويصلح منظومته في اطار الدوله وفي اطار المنظومه الرياضيه والروح الرياضيه. مش هيبقى في صوت ابدا غير رياضي يبقى موجود، احنا عايزين الاصوات تبقى موجوده كلها، صوت واحد. شجع يا سيدي الزمالك وادعم فريقك زي ما انت عايز، مالكش علاقه بالاخرين، وانا هشجع الاهلي مالكش علاقه بالاخرين، انقد زي ما انت عايز، انتقد، محدش هيقول لك النقد مباح طبعا، وحريه الراي مكفوله للجميع، وده الدستور بيقول لنا كده والقانون بيقول لنا كده، ومحدش بيحاسب حد على حريه الراي ولا النقد ابدا. ولكن السباب والطعن في الاعراض والشتايم، ده اللي هي مالهاش علاقه بحريه الراي، ده اللي هو يحاسب عليه وفقا للقانون، فارق ما بين حريه الراي والتعبير والسب والقتل. فاحنا علينا كلنا ايد واحده، كلنا. انا بتكلم اهو على الهوا معاكم في الاكثر مشاهده قناه النادي الاهلي بكل القنوات الرياضيه، قناه النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي العظيم، مئات، يعني عايز اقول ايه، مصر كلها والعالم العربي وفي كل الدنيا بيتابعوا قناه النادي الاهلي. فاحنا علينا كلنا، حتى جمهور، انا جمهورنا كمان، جمهورنا الحبيب، ارجوكم من عبر شاشتكم المحترمه يا جماعه خليكم على ناديكم بس. بس مالكوش علاقه بالاخرين، وده ادعمه، بدل ما تكتب تويتر ضد كذا خليك مع ناديك، ادعم ناديك، ناديك النهارده محتاجك، النهارده انت عندك فرقه محترمه جدا، عندك مدير فني بسم الله ما شاء الله، ادينا عندنا السوبر جاي وداخلين على الدوري وعندنا كاس العالم للانديه، هو في زي الاهلي؟ مفيش زي الاهلي. طب يبقى محتاجين ايه؟ الدعم للنادي الاهلي. ده اللي احنا محتاجينه. صح. ثم صوتنا كله الروح الرياضيه يا جماعه، نبدا صفحه جديده كلنا روح رياضيه لصالح الرياضه المصريه. استاذ احمد، اخيرا لو حابب تقول حاجه للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه يوم الجمعه ان شاء الله امام الاتحاد العاصمه الجزائري في السوبر، هي كلمه واحده. كلمه واحده، احنا نادي بطولات، السوبر نادي بطولات. السوبر يا اهلي. السوبر يا اهلي، يعني سوبر يا اهلي، ده كلام ما فيهوش هزار، احنا بنروح اي ماتش بنقول دايما احنا البطولات، يعني لما بنتغلب نزعل، لما نتعادل نزعل، احنا بنروح الماتش عايزين الفوز. والكابتن شريف جنبك اهو عارف الحكايه دي، وحضرتك كابتن طبعا نادي الاهلي عارف الحكايه دي، الفوز مفيش بديل عندنا غير الفوز.
استاذ احمد انا بشكرك جدا جدا، وكان شرف لينا ان حضرتك تكون معنا على الهواء مباشره لابداء الراي في كل هذه الامور وفي امور الاعلام الرياضي. الحقيقه كان مهم جدا ان احنا نسمع صوت زي صوت الاستاذ احمد موسى، الحقيقه هو بيتكلم من منطقه تانية ومن امر تاني، والحقيقه اتمنى ان ده يحصل خلال الفتره القادمه. على فكره برضو عشان جمهور الاهلي ما يسمعش الحلقه يقول ان احنا لا، احنا هنرد على كل ما يسيء للنادي الاهلي زي العاده. طبعا كالعاده دائما، ولكن بطريقه النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي وباسلوب الجمهور اللي احنا تعودناه واللي اتعلمناه من الجمهور. يعني احنا كلنا اتعلمنا من جمهور النادي الاهلي كيفيه الرد باحترام وبادب وباخلاق على اي حد بيتجاوز في حق النادي الاهلي، لان انت بتحمل شعار النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف رأي حضراتكم، رأي جمهور النادي الأهلي في الإعلام الرياضي وما بين الموضوعية والتعصب. لو احنا اتكلمنا بالنسبة للتعصب، لا أنا ما بشوفش أنه هو بيحارب التعصب، بالعكس أنا شايف أنه هو من الأدوات اللي بتنمي التعصب في الوقت الحالي، وحتى لو كانش بيتقال باسلوب مباشر لا هو بيتقال باسلوب غير مباشر، وانا بشوف ان ده مش في صالح المصلحه العامه اوفرول. يعني انا شايف ان المذيع لازم يبقى محايد جدا، بيتخلى عن اي انتماء رياضي دي، لازم يدعم الثقافه الكرويه، لازم نربي اجيالنا الجديده ازاي يعني ايه تتلافى كلمه التعصب، لان ده مش مصلحه حد. والله انا شايف ان الظاهره دي سيئه جدا، وادت الشباب الصغير، يعني احنا على ايامنا يعني كان ما فيش تعصب، ليه؟ كان في ناس محترمه وكان في ناس بقيم ومبادئ. دلوقتي الشباب الصغير الانترنت والكمبيوتر والحاجات دي بياخدوا معلوماتهم بطريقه تعصب، فده غلط وده مش في صالح المجتمع. وبعدين يعني التعصب الرياضي ده بقى حاجه صعبه جدا. والله انا شايف ان يعني احنا كمصر بنتأثر جامد جدا جدا بالتلفزيون دلوقتي وبالإعلام عموما، فلازم الإعلام ده يبقى بيساعد الناس إنها تتوحد أكتر، إنها ما تبقاش عندها التعصب اللي بيأثر على نسبة الشباب عندنا كبيرة جدا. ومصر من البلاد اللي فيها يمكن 40% من التعداد بتاعنا شباب في سن في طاقة وفي تعصب وفي، فإحنا على حسب ما هتعلميه هيطلع. إن كل واحد عايز يأكل عيش يطلع في برنامج يشتم في واحد تاني، او مذيع او مقدم يجيب اتنين ضد بعض ويفضلوا يشتموا في بعض، هل ده اعلام؟ طبعا مش ده الاعلام اللي هو بينهض بالرياضه في مصر، ده بالعكس اعلام بيدعو الى التعصب. الاعلام الرياضي في مصر دلوقتي مش مظبوط، بيزيد من التعصب القروي، وده خطر كبير على الكره المصريه عموما وليس النادي الاهلي بس. فلازم يكون الاعلام حيادي ويحقق المصلحة العامة للكرة المصرية. والله أنا يعني رأيي إن هم يهدوا الأمور شوية ويعرفوا إن هي رياضة في الأول وفي الآخر، رياضة ما هي سياسة ولا أي حاجة تانية، فالرياضة فيها خسارة فيها ربح فيها مكسب، فلازم إن هم يهدوا شوية من الريتم بتاعهم علشان الجمهور يرجع للجمال اللي هو كان فيه والحب المتبادل مهما كان. أنا شايف إن الإعلام الرياضي دوره الرئيسي إن هو يعني يرفع من مستوى الفهم والقواعد بتاعة اللعبة، ويركز على النقط السلبية الفرق مثلا أو اللعيبة أو المنظومة عموما، بغض النظر عن انتماء المقدمين البرامج. يعني مثلا من برنامج جايب مثلا لاعب أو لاعب سابق في نادي معين، فده أكيد بيبقى متحيز للنادي بتاعه، لكن لو هو بيكلم عموما وبيحاول ينقد أو ينتقد الموقف أو يحسن من المفاهيم، بالذات عشان النشئ الصغير، النشئ الصغير ده مهتم جدا إنه بيسمع للناس الكبار أو اللعيبة الكبيرة المشهورة دي وبيتأثر بيهم. وطبعا لما محطات الإعلام الرياضي زادت والبرامج زادت أدى إن هم عايزين يزودوا المشاهدين ويزودوا يعني نسبة الإعلانات وكده، فبقى فيه طبعا كل برنامج بيتعصب لفريق معين، فطبعا ده أدى إلى تشاحنات والناس بقت متعصبة كل نادي وكل إعلامي. فهو بس محتاج شوية يعني قواعد. ده يعني كان كلام الجمهور ورأي الجمهور. على فكرة لو حضراتكم واخدين بالكم احنا كل آرائنا تقريبا متفقة على اتجاه واحد وعلى
وتيره واحده، لانها هذا هو الاساس. يعني زي ما الكابتن شريف كان بيقول دلوقتي وكابتن اشرف كانوا بيتكلموا في هذا الامر، ان ده الاساس اللي احنا عايشين بيه دايما واللي احنا بنحبه. الشطشطه اللطيفه دي بتحصل، وكنا بنسمع الجماهير في اي مكان، مش جماهير الزمالك فقط. يعني حصلت يا اسلام زمان مناوشات ومفارقات وحاجات كده في الملعب اللي انت بتتكلم عنها دي، بتخلي الناس عايز تبحث معاك ايه اللي حصل في الماتش ده، وايه وبعد الماتش حصل ايه، وايه اللي وهل فعلا كان في مره الحكم رجع عبد المنعم فاكر وزيزو وطرد زيزو متهيألي ورجع عبد المنعم هو اللي فعلا كان في حاجات انت تقدر تمسكها في المباريات على التحكيم مثلا، على اللاعبين، على 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 توصل لشكل لعدم التجاوز بعد كده في الاخطاء. لكن انت بقى عيد لنا شايفني رايح العب السوبر وانت مش عارف تخش حتى تلعب في تصفيتين ثلاثه تكمل فيهم، ما فيش غيرك عندي انا بس. هذه لطيفه يعني، دي من الحاجات يعني انت زي ما فيش مانع يعني ان انا اقول الكلمتين دول اللي هي ايه، بتبص في ورقتك اسلام متعلمنا كده نبص في ورقتنا لا يعني ما فيش مانع ونذاكر عشان ننجح. طب انت ظروفك وحشه دلوقتي، انا هقف جنبك. طب ما انا عاوز انزلك. طب ثانيه واحده، انا هقف جنبه. ما انا عاوز انزلك. انا ظروفي. انت ليه فوق؟ ما انا عاوز انزلك. لا مش ما هو الكم اللي حصل بقى من 1905 مش 7 ده، من قال هم مش واخدين بالهم لغايه دلوقتي. خلاص الدنيا ماشيه صح، اداره وتخطيط وتطوير وكل حاجه اللي هم بيتكلموا عنه ده، الناس ماشيه كده، الناس اتبنت على كده، فوصلنا زي ما كان استاذ احمد بوسي بيقول الناس ما تعودتش على التعادل حتى، ولا الناس دي عارفه طريقه وماشيه سالكه زي ما انتوا قلتوا، السفينه ماشيه. فانت هتفضل ماشي بالبلسوار قاعد تقدف، فبتحدف ومش بتقدف ومش عارف توصل حتى لنص البحر. انت بص لنفسك، انت عندك حاجات تحف، ارمي كاميرا عندك في البيت. انت لسه كنت بتقول كده صح، ارمي كاميرا في النادي عندك، هتلاقي انتخابات هنا. انت حضرتك بتتكلم على الزمالك. ما هو في حد بيحدفني غير كده؟ فالدنيا كلها لا، انت بتتكلم على الكاميرا اللي تترمي يعني دلوقتي يقدروا يجيبوا يا عم بقى ما بيتكلموا عنه، بدل ما بيتكلموا عنه. انت عندك مشاكلك وعندك حاجات تخلي الناس ما تحولش المحطه. يا كابتن اعمل حاجه يا كابتن، اتفضل. انا بطالب بكل الاسماء دي اللي عملنا لها حصر ما يتكلموش عن النادي الاهلي. انا عاوز اشوف مين هيتفرج عليهم. يعني ايه ما تجيبش امثله الاهلي بس؟ يعني خليك انت ايه، اتكلم على اللي يخصك. خد قرار كده مع نفسك وانت راجل جريء كده، وانا مش هتكلم عن النادي الاهلي خلاص يا جماعه. النادي الاهلي ما يهمنيش، انا اطلع اتكلم على نادي الزمالك، على نادي بيراميدز وبتاع، مالكش دعوه بالاهلي يا عم، سيب الاهلي في حاله خلاص، نادي وحش ونادي اعمل زي ما انت عايز خلاص. مش احنا هنروح كاس العالم ده مش هنجيبنا ميداليه، هنلعب الماتش اللي جاي مش هنكسب، هنروح المغرب احنا المغرب احسن مننا. ماشي خليك يعني ماشي. طيب معلش عشان معايا برضو تليفون مهم من استاذنا الحقيقه الاستاذ عبد الفتاح حسن، طبعا رئيس قنوات النيل. ازي حضرتك يا استاذ عبد الفتاح؟ اهلا بيك كابتن اسلام، واهلا بكل ضيوفك الكرام الاستاذ عبد الفتاح، كابتن الحقيقه شريف عبد المنعم، والكابتن اشرف ممدوح، الاستاذ جمال الزهيري، والاستاذ محمود صبري. سعيد جدا وانا بحواركم النهارده، وسعيد ان النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي بتتطرق لهذا الموضوع، موضوع الاعلام الرياضي الحقيقه بين الموضوعيه والترند والتعصب اللي موجود دلوقتي، موضوع كبير جدا. والحقيقه احنا محتاجين مش بس نتكلم فيه، احنا محتاجين الحقيقه ناخد قرارات فيه. ولما ناخد قرارات تطبق، احنا يا جماعه عندنا مجلس اعلى للاعلام، عندنا هيئه وطنيه للصحافه، عندنا هيئه وطنيه للاعلام، عندنا نقابه اعلاميين، عندنا نقابه صحفيين، ومع ذلك عندنا اعلام بيتردى، اعلام رياضي فعلا بيتردى. انا بايد الاستاذ محمود صبري لما قال الترند بياخد الاعلام الرياضي. طبعا ال 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 الترند وعدم المهنيه اللي موجوده في الاعلام الرياضي الان، سواء كان اعلام مرئي او مكتوب او مسموع، دي الحقيقه احنا وصلنا لمرحله لابد ان احنا نشفق فيها على نفسنا. ما ينفعش ابدا اللي احنا فيه. الاعلام الرياضي طول عمر الاعلام المصري والاعلام الرياضي على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي كان اعلام محترم، اعلام قادر على ايصال المعلومه الصحيحه السليمه باحترام لكل المستمعين ولكل المشاهدين. احنا دلوقتي ما اعرفش يعني انا طبعا شايف الحوار اللي موجود بينكم جميعا، ومش عارف احنا وصلنا لده
ليه يعني وليه وصلنا نفسنا لهذا التردي الكبير في الإعلام الرياضي؟ حتى شفنا التقرير اللي اتعمل للناس كله عمال يقول لك الإعلام الرياضي بقى مش عارف الإعلام الرياضي وصل بينا لحالة من التعصب. انا احكي لكم على حاجة يعني كابتن اسلام والاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري والكابتن شريف والكابتن اشرف، يعني ما تزعلوش من الحكاية دي. لا اطلاقا يعني أنا شخصيا كنت رئيسا للجنة البطولات الرياضية باتحاد الاذاعة والتلفزيون. الكلام ده امتى؟ وكنت ساعتها رئيس قناة النيل للرياضة. الكلام ده امتى؟ الكلام ده حينما طلب النادي الاهلي عمل قناة رياضية اللي انتوا شغالين منها دلوقتي، هذه القناة الجميلة. انا طبعا الكلام ده وصل للوزير معالي الوزير، معالي الوزير بعت رئيس الاتحاد، بس الاتحاد بعت رئيس لجنة البرامج الرياضية ده هو انا رئيس اللجنة الرياضية، كتبت تقرير في ان هذه القناة اذا انشئت بدون ضوابط محددة للعمل فيها ستكون هي وقنوات اخرى هتريد ان هي تنشا بالمثل ستكون اداه للتعصب. بالظبط. فطبعا زعلوا، وبالتالي القرار راح للنادي الاهلي. لا ما فيش قناه عشان احنا كده في هيبقى ممكن يبقى في تعصب. فالنادي الاهلي عمل القناه ازاي؟ عملها مع، على فكره وما حدش يقول ان انا بقول النادي الاهلي، انا مثلا اللي عرفني كويس قوي انا عمري ما صرحت عن يعني هويتي الرياضيه ايه، لكن اللي يعرفني كويس قوي قريب مني قوي يعرف اني اهلاوي. فيعني انا قلت ده وانا اهلاوي وبحب النادي الاهلي جدا. تمام. ليه 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 انا قلت دوت؟ ليه هيبقى فيه تعصب؟ لان اذا ما جاش فيه اذا ما دخلناش جوه اطار الضوابط، ايه الضوابط؟ ان قناه تنشا للنادي الاهلي تقدم فقط الايفنتات المباريات اللي بيقيمها النادي الاهلي في كل اللعبات، وما شاء الله اللعبات كثيره جدا، يقدم خدمات ومن خلال برامج للاعضاء الجمعيه العموميه، ماشي، يقدم برامج تكون فيها نقول يعني توضيح وانتشار لكل نجوم وتاريخ النجوم، تمام ماشي. لكن انك تعمل خاصه ان التوك شو اللي مندرا كان يعني لسه بقى بيبدا، قلنا اذا في توك شو هيبقى في لغط وهيبقى في كلام. يعني انا ممكن اقف مثلا عند كلمه كابتن اسلام ما تزعلش مني، اتفضل. لا اتفضل. اللي هيهاجم النادي الاهلي، تمام، احنا هنرد عليه بطريقه النادي الاهلي طبعا. ما تزعلش مني يا كابتن. لا اتفضل. لا هقول لك ليه. لا اتفضل. المفروض يرد عليه، المفروض يرد عليه المجلس الاعلى للاعلام، الهيئه الوطنيه للصحافه، الهيئه الوطنيه للاعلام. لازم يبقى في اجراء لاي حد يهاجم اي حد، ان لازم يتاخد معاه اجراء. ما فيهاش يعني ينفع انا ارد على حضرتك دلوقتي؟ طيب، هل من الطبيعي جدا على فكرة ان اي حد عايز ينتقد او اي حد عايز يبدي رأي ضد النادي الاهلي انا ما عنديش اي مشكلة، زي ما حضرتك بتقول استاذ عبد الفتاح قال 1 2 3 جدا. لكن القنوات او القناة الفئوية، انا من حقي كمذيع، وجهة نظري يعني، انا من حقي كمذيع ان انا ادافع عن النادي الاهلي بطريقة. ما هو هي المسألة مش دفاع يا كابتن، لان 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 النادي الاهلي كبير طبعا، كل الاندية كبيرة طبعا. المسألة مش دفاع، المسألة ان احد ما أخطأ في حق النادي الأهلي عبر شاشة ما ولم يعاقبه أحد، تمام. ما هو المشكلة، وهي دي بقى القضية. هي ما هو يا فندم لو عاقبه هي دي القضية بقى. أستاذ عبد الفتاح، أين دور النقابات؟ أنا لسه دور المجلس الأعلى، في مجلس أعلى للإعلام يا جماعة. إحنا عندنا في مصر، إذا محدش عارف ده، أنا بقول لكم إحنا عندنا مجلس أعلى للإعلام، تمام. المفروض إن يبقى في قرارات، إذا في هذه القرارات اعتقد ان استحاله يبقى في ده تاني، محدش هيفتح بقه. مش هتبقى انت محتاج يا كابتن انك تطلع ترد عن انا بحيي حضرتك يا استاذ عبد الفتاح. في سجال بقى، ما انت هترد. هو تاني انا بحيي حضرتك يا استاذ عبد الفتاح على هذا الكلام، لان هو ده الكلام اللي احنا كنا بنطالب بيه من يعني احنا بقالنا 2 3 بنشتغل تقريبا بنفس الطريقه اللي حضرتك بتقولها دي، اللي هي ايه؟ ايفنتات النادي الاهلي، كل ما يخص النادي الاهلي من النواحي الاجتماعيه والنواحي الجمعيه العموميه وكذا وكذا وكذا، المباريات اللي الهاندبول والسله والطايره والكوره، حتى الكوره بنعمل، ما عندناش حقوق ان احنا نذيع المباريات، ولكن بنعمل استوديو قبلها واستوديو بعدها، وبنحاول نجيب نجوم الاهلي والكلام ده كله. هناك برنامج او اثنين هم المتخصصين في هذا الامر، ولكن كل كلامنا إذا كان هناك حد بيطلع قرارات معينة ضد ما يحدث ضد النادي الأهلي، أنت مش محتاج ترد، ما
كناش هنفتح. مش محتاج ترد بعد كده. لكن احنا هنرد لكن بنوضح حقائق مش بنهاجم. نتناقش فيها يا كابتن اسلام. ومعانا طبعا الناقد الكبير الاستاذ محمود صبري والناقد الكبير الجميل الاستاذ جمال الزهيري. نعم. اين دور المجلس الاعلى للاعلام مما يحدث الان على الساحه الاعلاميه؟ هو انا بستعين الترند على فكره فيه. الترند بيتاخد في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ على السوشيال ميديا من الاعلام الرياضي. صحيح. يعني صحيح. بيخش هو انا قبل بس ما نكمل في الترند دي، هو انا بستعين بقامه كبيره زي حضرتك ليه؟ علشان تقول لي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. انا كنت بالفعل يعني اسئلتي وانا بقولها منتظر من قامه كبيره زي حضرتك مثل هذا الكلام، ان انا لما الاقي دور لكل النقابات وكل المجالس اللي حضرتك اتكلمت فيها دي بتقول او بتطلع قرارات ضد من يسيء، لو انا اسأت تطلع قرار ضدي انا هبقى ملتزم وهبقى بكم وكل حاجه. على فكره على الرغم على اوصل بس النقطه الاخيره دي، على الرغم من ان قناه النادي الاهلي على الاقل خليني اقول لحضرتك في السنتين ثلاثه الاخيره لم تتجاوز بدليل عدم وصول اي مثلا جواب ضد اي حد او ملاحظات. انا اشهد بده انا شخصيا من متابعتي لقناه النادي الاهلي بشهد بده. لكن يا كابتن اسلام انا عايز اقول ايه، انا معلش انا اسف. لا طبعا بالعكس، بكلمه حضرتك رديت فيها على ان لو هيحصل كذا اعمل كذا. لا يا فندم ده شرف ليا ان حضرتك تتكلم معانا اساسا. انا قصدي يا كابتن ان لابد من احترام المشاهد طبعاً. لابد ان يبقى فيه المجلس هو المجلس الاعلى للاعلام دوره ايه؟ يعني معلش ان الكلام ده هو يعني هساله الاستاذ محمود. لا يا فندم اتفضل. جمال الزهير ايه دوره يعني هو الدوله. معلش انا اصلا انا راجل معاش وقاعد في البيت، يعني خلاص ما بقتش اشتغل وقاعد معاش بقالي فتره. لا قيمتك كبيره يا استاذ فتاح عندنا يا استاذ فتاح. الله يبارك فيك. طبعا استاذ فتاح. الاستاذ محمود والاستاذ جمال الزهيري ايه رايكم؟ بقول لحضرتك احنا بنقوله مهم، دور مهم جدا اساسي. هو ده اللي هيمنع على فكره حتى فكره ان ايه انت تغنيني عن ان رد. ايوه طبعا يعني طبعا. لو طلع لو خد قرار والاهلي مش هيرد، لو طلعت عقوبه الاهلي مش هيرد. طبعا. لكن اذا لم يكن هناك عقوبه وفي استمرار للسب والقصف، لو واحد يطلع يقول لك والدتك 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 إيه والدتك 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 وانا ما بردش. اسمح لي استاذ عبد الفتاح، حضرتك عامل ايه؟ هو الدور الرقابي للمجلس الاعلى للاعلام والنقابات اللي موجوده، هل هو عقابي فقط ولا تشريعي كمان؟ يعني ممكن يكون رقابي كمان على المحتوى؟ لا يا فندم، هو 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 طبعا دور رقابي مش ودور ممكن يكون كمان يعني له دور ايجابي في ان اقول ايه اختار مين القنوات الجيده والكويسه في بتكلم على المحتوى استاذ فتاح. يعني هل ممكن يكون في دور كمان المجلس الاعلى للاعلام والهيئه الوطنيه للاعلام في المحتوى اللي بيقدم للسيد المشاهد؟ ما هو يعني انشاء المجلس الاعلى للاعلام له نقول في يعني جوب ديسكريبشن، يعني ليه وظيفه. بالظبط. هو مش في فتره كده انا بسال ليه يعني هو اقصد ازاي بيتكلم اسلام دلوقتي الكونتنت ده المحتوى ده مش في وقت كده. ازيك الاول وحشني. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. ازيك يا حبيبي. هو مش في وقت اتقفلت قناه قبل كده وخدت لها هولد كده شويه وحصل بينالتي؟ طبعا ده في وقت معين. هل الناس اللي كانت مسؤوله المجلس الاعلى للاعلام والصحافه وكل حاجه، هل الناس دي كانت في وقتها ناس فعلا مهنيين بيشوفوا شغلهم؟ وما زالوا على فكره في ناس ما زالوا مهنيين وكل حاجه، ولكن طيب والوقت ده عشان نوصل بس الوقت ده حصل انتماءات معينه يعني في عشان النادي الاهلي اعلن عن حاجه. عايز اقول انا مش عايز اخش فيه. بالظبط. طيب وعدم انا عايز اقول ان ليا دور، كل واحد ينفذ دوره بالظبط لصالح البلد يا جماعه، لصالح مصر. بالظبط. احنا في النهايه يعني كلنا بنعمل ليه؟ لصالح هذه البلد. طب استاذ عبد الفتاح، الحلول من وجهه نظرك؟ الحلول لان احنا رايحين في اتجاه في 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 تمسك بالضوابط. اولا لابد تمسك بالضوابط اللي بتحكم العمل الاعلامي. تمام. الضوابط دي الضوابط اللي هي المهنيه، احنا بنقول ايه؟ بيقول لك الراجل ده مهني. صحيح. يعني ايه مهني؟ يعني متمسك بالضوابط اللي بتحكم العمل، مهني في اي عمل. تمام. في العمل الاعلامي بقى في ضوابط بتحكمك يا كابتن. طبعا. انت انا لما بطلع على الهواء في خبر ممكن اقوله، وفي خبر يعني بقى موضوعي فيه واقوله بتجرد،
تمام سلوب. اللي هو الخبر اللي يفيد سلوب. لكن في خبر مش هبقى موضوعي صحيح. مهنيتي مش هتخليني ابقى موضوعي. ليه مش هبقى موضوعي؟ لان ما ينفعش اطلع الخبر ده على يعني لقطه مثلا زي اللقطه اللي انتشرت في السوشيال ميديا وانتشرت في القنوات بتاعه الكابتن الشحات تمام. يعني دي ما تطلعش يا كابتن صحيح. والله ما تطلع اي ضوابط يعني هي الموضوعيه هتخليك تطلعها مش كده؟ لان انت بتدي حاجه موضوعيه انا مالي هو ده اللي هو قال وانا مالي انا. لكن المهنيه تخليني ما اطلعهاش ليه؟ لانها هتضر المجتمع صحيح. هتوجه الناس. هو انا دلوقتي لما اطلع اقول كابتن اسلام الشاطر كابتن اسلام الشاطر وانا اكبر من انا قدك يمكن في العمر مره ونص ولا مرتين وانا اقول كابتن اسلام وانت بتلعب مثلا وانا راجل في الملعب اقول لك كابتن اسلام كابتن اسلام ايه الرساله اللي انا بوصلها للمشاهد؟ ان لابد نحترم بعض. لكن لما اطلع اقول لك يا سلومه يا حبيبي يا سلومه اللي بتعمل احنا بنهرج صحيح احنا 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 لنا لمرحله وحشه قوي اهو كده احنا اتعلمنا حاجه برضه. ما هو خلي بالك انت بتتكلم مع قامه كبيره جدا وبكده انت اتعلمنا حاجه صحيح. يعني في مثل هذه الامور بنتعلم برضو يا استاذ عبد الفتاح واحنا بنسمع حضرتك بتقول لنا هذا الكلام. ربنا يخليك انا عايز افكره بس بحاجه وانا بشهد لك بانك يعني منضبط جدا في ادائك وانا عايز اقول ايه ان يا ريت كل الناس تحذر يعني ما ينفعش يا كابتن بجد ينفع عبد الفتاح حسن ان يكون اعلامي كان كبير قوي وراجل بيقدم وتظل بيعمل ايه وكمان لعيب كويس قوي ونجم كبير قوي والناس كلها بتشاور عليه وهو ماشي في الشارع ينفع مثلا يخش عندكم في النادي الاهلي او في النادي الزمالك او في نادي واتفر اي نادي يلعب مثلا معاكم ماتش كوره قلت معلش انا هنزل العب انا الزوري اساسي ما ينفعش. اذا ما تزعلوش مني برضو عشان ما انا خالص بالعكس يبقى في حساسيه لكن انا والله لا بالعكس بصراحه احنا عايزين نسمع بالعكس بقول يا كابتن اسلام من يريد ان يتصدى للعمل الاعلامي سواء كان امام الميكروفون او امام الشاشه لابد ان يتعلم ضوابط العمل الاعلامي صحيح. انت نجم كبير جدا فوق دماغي تمام بس وتخش الاعلام خش انا اول واحد ايدك تخش الاعلام الرياضي بعد ما تعتزل بس تخش من خلال الضوابط. هو ينفع يا كابتن انك كنت تنزل تلعب ماتش كوره من غير ما تتدرب اسبوع؟ لا طبعا. طب اشبعنا بنلاقي النهارده النجم خلص الرأي ونازل على طول داخل على الشاشه يقول اللي عايز يقوله اي مكان ما بتكلمش على 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 انت في قناه الاهلي فيها ضوابط ما تحكمها النادي الاهلي له ضوابط كبيره بتحكمه كنادي وكشاشه قناه بتتبع هذا النادي لكن انا بتكلم على بشكل عام احنا كده بنتكلم بشكل عام اذا هي ضوابط واضحه جدا للجميع الحقيقه يا استاذ عبد الفتاح احنا يا كابتن تخلينا عنها بارادتنا لا انا لا اتخيل ابدا ان انا طالع اذم في مذيع زميلي في قناه ثانيه احنا اولاد مهنه واحده احنا حتى لو اختلفت المهن مش ممكن ابدا يا استاذ احنا كنا بننام في ناس كانت بتنام في اوضه واحده مش هقول لك في مهنه واحده كانت في ناس بتنام في اوضه واحده صحيح. وبيطلعوا زي ما حضرتك بتقول كده يتكلموا على يعني كلام ما يصحش ان احنا نقول ولا نسمعه في ظل وجود قامات كبيره زي حضرتك والله يا كابتن انا يعني الواحد قاعد في البيت وبيتابع كل القنوات طبعا ببقى مستاء لدرجه ان يعني ليه انا مش في ايدي قرار كنت اخذت قرار يعني ليه انا قاعد في البيت كده ومفيش قرار كنت اخذت قرار واعمل كذا هو ما ينفعش كده ما ينفعش احنا في النهايه للاسف هانت علينا مصر. هل ده حال اعلام نرتضيه لينا؟ لا طبعا والله لا احد يرتضي هذا لا والله ابدا لا والله والله احنا قمم اعلاميه موجوده في هذا البلد حقيقي صحيح. ازاي وصلنا لده وبعدين يطلع لعيب يخرج يقوم داخل على على السوشيال ميديا عشان مش عارف يقول ايه عشان يطلع شوف انتوا بتستشهدوا فلان قالوا فلان قالوا فلان قالوا دي مصيبه والله العظيم حقيقي هو ينفع كده هو ينفع ان احنا ان واحد يطلع يقول لك انا مش عارف بكره كده والله انا مش عارف انا ايه يا عم هو انت في ايه هو 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 ده اعلام ولا انت بتعمل ايه ولا وبعدين للاسف ما هو الناس ما بتشوفش يا كابتن اسلام عارف انت زي بيقولوا ايه لما مش عارف لو اتنين ضربوا بعض في الشارع الناس كلها هتلمع حواليهم بس انا بقى لو قلعوا ملط في الشارع مثلا كانوا بيضربوا بعض الدنيا كلها تبص عليهم لكن لو اتنين واقفين بيصلوا ولا بيقروا القران ما حدش هيبص او اتنين واقفين بيتكلموا في 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 الصالح العام ما حدش هيبص لهم يعني انت ليه بنستسهل الطرق للانتشار وللترند
لعنه الله على الترند والله. انا استاذ فتاح يعني انا بالنسبه لي انا بشكرك جدا 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 على هذه المداخله، وشرف لينا ان حضرتك تكون معنا على الهواء مباشره، ومهما قلت من اراء فهي اراء بالنسبة لنا لازم ننظر ليها بكل الأريحية. إن حضرتك نجم كبير وأستاذ كبير جدا. بشكر قناة الأهلي، بشكر الكباتن الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن أشرف ممدوح وزمايلي وأصحابي الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري. بشكره جدا وبجد والله أنا آسف جدا إن كنت انفعلت شوية، بس هذا الانفعال والله من حبي لهذا البلد. أنت راجل مخلص الإعلام الرياضي. أيوة والله مخلص. أمنياتي لهذا الإعلام شرف لينا كان. صحيح كل اللي صحيح. قلت وضع ضوابط للشكل في الرياضه، اللي عايز يشتغل يشتغل يعني، ولكن اتربينا عليه كله. بس انا الحقيقه بشكرك جدا يا استاذ عبد الفتاح على هذه المداخله القيمه جدا جدا جدا، حتى وحضرتك بتتكلم احنا انا شخصيا اتعلمت بعض الامور اللي هتبعها فيما هو قادم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. فانا بشكرك جدا يا فندم على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات وعلى كل هذا الكلام الرائع الحقيقه اللي احنا سمعناه من استاذ عبد الفتاح. انا الحقيقه بالنسبه لي انا ما سمعتش ان استاذ عبد الفتاح يعني بالعكس تعقيب سريع جدا هو اشار لي. طب ممكن اقول لكم خبر بسرعه؟ طبعا اقول طبعا. الخبر ولا قول خبر اخيرا يا جماعه إيه؟ عشان كل الاهلاويه عندنا عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. احنا مجهزين جاهز الفيديو ولا؟ طب خلاص خلي الفيديو يقول لهم ايه اللي حصل. Ici c'est le cœur, ici c'est l'histoire, ici c'est Halali. وصل زي ما وصل يعني كل حاجه بتيجي في وقتها وكل حاجه بتيجي في مواعيدها. وزي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي بيعلن عن التعاقد مع الفرنسي انتوني موديست رأس حربة. الكل كان ينتظر من سيكون رأس حربة النادي الأهلي خلال هذا الموسم، والحمد لله النهاردة تم الإعلان أخيرا على وجود رأس حربة في النادي الأهلي. رأس حربة عنده بقى ما بين الكلام عن أنه هو كبير في السن والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، أنا شخصيا لا أنظر لمثل هذه الأمور، أنا أنظر لشيء واحد فقط الملعب، وانا محتاج واحد يجيب لي جوان. والله لو جاب لي جون كل ماتش هننسى، هنقول عنده 20 سنه مش هنقول عنده لا قدر الله حصل غير كده، هنقول ان هو كان لا يستحق التواجد في النادي الاهلي زيه زي بس اي خلوا التجربه لكن خلوا التجربه تمشي. ما حدش يطلع يقول يعني في بعض الكلام اللي اتقال او ده مرتبط بالاعلام في لعيبه كتير عندهم 35 انه حد قال غير ان اصدار احكام في كام لاعب عنده 35 ده حد قال كتير. يعني حد قال طلع قال لك ايه، قال لك على لاعب عنده 38 39 سنه ورايح من نادي لنادي اخر قال لك ده ما العمر الا مجرد رقم. أيوة. لكن مع النادي الاهلي قال لك ده هيجيب التايهه وهو عنده 5. كل واحد حسب النظاره، كل واحد على حسب رؤيته وكل حاجه، لكن انا اقصد على حسب النظاره. اه والله. فبالتالي النادي الاهلي بيقول عشان نكمل هذه هذه الحلقه الحقيقه اللي انا بشكركم جدا على ردود الافعال اللي جايه لي، متشكر جدا لحضراتكم، ولكن النادي الاهلي بيعلن التعاقد مع الفرنسي انتوني موديست. مبروك الفرنسي رأس حربة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. ركز اشتغل إن شاء الله كالعادة يعني، ونكمل شغلنا فيما هو قادم. وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا جدا ان كان يكون عندنا رأس حربة. آراء سريعة جدا في الأمر ده بسرعة. ما ينفعش الشكل ده يطلع مش كويس. لا انا شايف ان عطاءاته يعني مجهوده وانجازاته الفترات اللي فاتت وحتى المستويات اللي لعب فيها ان شاء الله تقول ان شاء الله هينجز بشكل كبير جدا. بتاعه مبشر وبعدين واضح جدا ان التعاقد ده تم طبعا بناء على توصيه كولر، مستر كولر طبعا، ومع
جاي الهدف محدد. واحنا بنثق فيه كمان، هو جاي الهدف جداً محدد جداً، لان فعلا انت فتره طويله ما عندكش ال مش هقول مهاجم بقى، الهجام، انت محتاج واحد جول. هو ده اللي كان بيطلع على فكره. أيوة. كان طالب انا بقى خليه في يعني بعض الاسرار اتكلم عنها بس بكره بقى، يعني هو التعبير الادق يعني مش مهاجم، ما انت ممكن تجيب مهاجم يعني خفيف. لا ده راجل انا شفت له فيديو تجميع للاهداف، لا فظيع. استاذ محمود شايف انه عدم يعني الناس ما تستعجلش في الحكم من وجهه نظري، انا اتمنى له التوفيق طبعا، واتمنى له التوفيق كمان يعني برضو اختيار الاداره الفنيه برضو. كولر اكيد عنده يعني وسيم كاري هو برضو ورا التفتيشه دي وعد التدوير على الحدوته وقدمها بالصوره اللي انت شايفه، وبرضو مع كامل احترام انك تنقل واحد من الدوري الالماني يعني كلاس اي تجيبه ويلعب برضو طبعا في افريقيا برضو، خلي بالك برضو ما كانش يقبل الا النادي الاهلي. صحيح ده يبقى في تفكير برضو في المساله، برضو النادي الاهلي رقم واحد اكيد اتعرض كاس العالم وشاف والمميزات. الاهلي الاهلي بقى عامل زي ريال مدريد كده وبرشلونه النهارده في حضرتك النهارده الناس بتبحث ان هي تبقى موجوده معاهم امريكي يعني النهارده النهارده تقريبا في الاهرام في موقع امريكي عمرو زميلنا الاستاذ ممدوح فهمي موقع امريكي صنف الاهلي رقم 12 ما بين انديه العالم وفنط كل تاريخه وبطولاته وتقدم على باريس سان جيرمان وعلى انديه كبيره جدا ان شاء الله لو خدنا البطوله دي انا منفرد احنا السنه دي لحضرتك اهو. فانا عاوز اقول انك انت لما تجيب لاعب زي ده لاعب مهم اكيد هيكون اضافه صحيح. انا اتمنى له التوفيق ان شاء الله، يبقى في دعم يبقى في فرصه ان شاء الله نشوفه في السوبر يوم الجمعه باذن الله تعالى ونشوفه في كمان الدوري الافريقي اكيد ان شاء الله هيكون ليه كاس العالم ان شاء الله باذن الله تعالى. اتمنى الاهلي ان شاء الله يكون بطل باذن الله بطوله 9 ان شاء الله. نرجع لموضوعنا مرة أخرى وهو الإعلام الرياضي ما بين الترند وما بين التعصب. خلينا نطلع نشوف برضو رأي أحد الإعلاميين، أنا بشوف أنه واحد من الإعلاميين الحقيقة المتميزين وهو زملكاوي جدا ولكن في نفس الوقت بيدي كل واحد حقه. خلينا نطلع نشوف ماذا قال كريم حسن شحاتة عن هذا الأمر ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. انا شايف الإعلام الرياضي كويس والله، مش عارف الناس يعني في ناس كتير بتهاجم الإعلام الرياضي، لكن أنت لما تيجي تتكلمي في أربع خمس قنوات ببرامجهم الرياضية أنا شايف الموضوع مميز جدا. قناة أون تايم سبورتس الحمد لله في الحياة الحمد لله يعني عاملين شغل كويس، في برضو كابتن بركاته وكابتن ميدو في قناة المحور، هاني حتحوت في صدى البلد، فيعني أنا شايف الإعلام الرياضي ماشي كويس. في حاجات بقى خارجية ممكن شوية اللي هي بقى بتاعت الترند والفرقعة والحاجات دي، لكن الإجمالي نسبة 70-75% من الإعلام الرياضي الأمور ماشية كويس يعني مش وحش. في بعض القنوات أو بعض البرامج اللي ممكن مش متشافة قوي فبتحاول تستضيف حد كلامه عنيف أو بيقول بشكل بصيغة كده فيها تعصب عشان بتدور على الترند. موجود طبعا على الساحة مش عايز أقول كتير بس موجود في أكتر من حتة، وده برضو مش صح. أنت في النهاية لا يصح إلا الصحيح، أنت النهاردة بتعمل أو قناة الأهلي بتعمل معاه لقاء عشان مثلا مش عايز أتكلم عن كريم يعني كشخص، لكن كريم الحمد لله بيتعامل بحيادية بموضوعية، فالحاجات الترند دي تبقى حاجات وقتية ما بتدومش على طول، يعني ممكن تخبطي خبطة كده عشان الترند فالناس تركز معاكي مؤقتا بس تشوف أنت بتقولي، وبعد مع الوقت خلاص لو انت مش لو انت بتشتغل على الترند بس كلام تصريحات كلها فرقعه مع الوقت خلاص ما حدش بيركز معاكي، بيتفرج عليكي مره مرتين ثلاثه وبعد كده خلاص ما حد بيبقى عارفين ان بقى الشخص ده مثلا بتاع فرقعه عايز يعمل ترند الكلام ده، لكن على اللونج ران او على المدى الطويل لا بيروحوا للبرنامج اللي هو بيتكلم بموضوعيه بمصداقيه بحياديه بمهنيه. لا هو طبعا يعني غلط طبعا يكون مذيع او اعلامي بيتكلم من وجهه نظر انتمائه او بالطريقه اللي بيناقش بيها اي موضوع تبقى من خلال انتمائه للنادي بتاعه، حتى لو هو يعني خصوصا لو هو في قناه مش فئويه قناه عامه، ان دايما يعني كلمه اعلامي دي كلمه اعلامي ان انت اللي هو بيعلم المشاهد او المستمع لو في الراديو بالحقيقه او بمعلومه، فلازم يعني بالنسبه للكوره بالنسبه لي انا يعني بحاول ان انا انسى انتماءاتي خالص، ما باخدهاش معايا في البرنامج، ان انا بتعامل مع مشاهدين من جميع الفئات، بتعامل مع الزملكاوي والاهلاوي والاسماعيلاوي والبورسعيدي والاسكندراني الاتحاداوي، فالجمهور قاعد عايز معلومه صادقه مش عايز ان انا اجامل نادي ف
فاقول حاجه معينه ما تكونش حقيقيه عشان انا بجامل النادي ده. فطبعا الموضوعيه مهمه جدا بالنسبه لاي اعلامي، ولما بيكون في حد ما بيتعاملش بموضوعيه وبيتعامل بانتمائه بتاثر على ارائه وبتاثر على الاخبار حتى اللي هو بيقولها، الجماهير ذكيه جدا بتبقى عارفه طبعا وبتحس بالقدام. بس طبعا ده مش صح كاعلام بقى رياضي اللي احنا عايزين نشتغل شغل يعني صح. مش عايز اتكلم على القناه الفئويه الاهلي او الزمالك او الكلام ده، اللي طبعا بيبقى ليهم سياسه معينه لخدمه النادي النادي بتاعهم وكده، لكن بالنسبه للقناه العامه لازم يبقى في موضوعيه وفي ننسى الانتماءاتنا خالص. بس اللي بيعمل كده خلي بالك الجماهير ذكيه جدا او المشاهد ذكي جدا بيفهم على طول يعني. الحمد لله عندي معايير طبعا من ساعه ما بدات، انا بدات في 2008 بقى لي حوالي 15 سنه ما بين الاذاعه والتلفزيون، عندي معايير في برنامجي طبعا. عندي ان انا ما اول حاجه ما بتكلمش في الاخبار الشخصيه لاي فرد في المنظومه الرياضيه، لعيب مجلس اداره مدرب ماليش دعوه بحياته الشخصيه. يعني ساعات بيجي لي مثلا ناس تبعت لي على الواتساب مثلا الحق فضيحه مش عارف ايه ده في حته معينه مش مظبوطه، الحق واحد مش عارف بيعمل ايه، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. انا اتكلم في النواحي الرياضيه في مستوى اللاعب، في خبر عنه انتقاله اصابه لا قدر الله، حاجات اللي هي في الكوره، ماليش دعوه بالنواحي الشخصيه. ده معيار بالنسبه لي، ماليش دعوه بالفضايح الشخصيه، انا ما بحبش اشتغل على الحاجات دي خالص. تاني حاجه زي ما انت بتقولي كده وبتساليني، في شخصيات معينه ما بستضيفهاش عشان انا عارف ان كلامها ما يبقاش منطقي او بيبقى زي ترند او فرقعه او تصريحات، ده بيحصل. عندي معايير تانيه في يمكن شخصيه انا بقى، يمكن هتلاقي في اي قناه بروحها دي حاجات مبادئ بالنسبه لي انا ثابته، اللي انا زي ما قلت في الاول بنسى الانتمائي تماما، بتكلم بتعامل مع جميع الانديه بمصداقيه او بحاول ابقى يعني بشكل كبير جدا متاكد من الخبر اللي انا بقوله، حتى ارائي اللي انا بقولها ملهاش علاقه بالانتماءات. بحب برنامجي يبقى رتم سريع، ما يبقاش البرنامج طول الحلقه بناقش قضيه واحده، لا بناقش قضايا كتير من خلال الاخبار. الاعلام بقى طبعا في جهه بتراقب كلامنا اللي احنا بنقوله، يعني احنا عندنا مثلا احنا تبع شركه المتحده في قناه الحياه، اي كلمه بقولها في رقابه عليا، لما بقول حاجه غلط بيبقى بيجي لي تحذير مثلا خلي بالك انت قلت كذا، الرقابه دايما على القنوات وعلى البرامج الرياضيه هي اللي بتظبط الاداء المذيعين واداء القنوات او البرامج الرياضيه، فلازم يبقى في رقابه على الكل، مش رقابه بس على مجموعه معينه من القنوات او البرامج، لا لازم يكون في رقابه على الكل، وفي معايير احنا بنمشي عليها من خلال الرقابه اللي علينا كل واحد يعني عارفه لو ما فيش رقابه هتلاقي كل واحد بيقول اللي هو عايزه على مزاجه بقى باهوائه بانتمائاته، لكن لما بيكون في رقابه من الاعلام يعني من وزاره الاعلام او من بيسموها الهيئه الوطنيه للاعلام، او حتى احنا عندنا الشركه المتحده لينا رقابه خاصه بينا، فالرقابه هي اللي بتخليكي تظبط ادائك، ولو في حد خرج عن الخط لا بيبقى في عقاب، وبالتالي بعد كده بيبقى عارف ان في رقابه عليه وفي ممكن يتوقف ممكن ما يبقاش موجود فيظبط اداؤه الاعلامي. يعني السوشيال ميديا انت مش متحكمه فيها، ان اي فرد في اي حته في العالم وهو قاعد على الموبايل في الفيسبوك في التويتر في انستجرام في اي منصه، على اليوتيوب في قنوات كتير قوي على اليوتيوب دلوقتي بتتكلم في الكوره وفي الرياضه، دي بقى الحاجه اللي انت مش هتقدري تتحكمي فيها، ان اي حد دلوقتي ممكن يتكلم في الكوره ويقول اراءه والكلام ده. فطبعا شايف السوشيال ميديا وممكن تلاقي حد مش يعني موتور مش ما عندوش توازن في اي حد بيتكلم، فهتعملي ايه بقى؟ اعتقد السوشيال ميديا لا ما تقدريش تظبطيها، دي حاجه اللي هي الصعبه جدا. وطبعا ساهمت ان دايما بتلاقي في ناس بتطلع تتكلم في السوشيال ميديا متعصبين لنادي فلان ومتعصبين لنادي فلان فبيحصل المشاحنات. بصي على فكره الحاجات دي مش يعني ساعات ما تبقاش وحشه، تبقى حلوه، بيبقى في مناوشات وشد وجذب، لكن لما بتخش بقى في الفاظ وبتخش في خناقات وبتعمل مشاكل دي هي المشكله. لكن طبعا السوشيال ميديا سبب من اسباب التعصب طبعا، يعني ان ناس كتير اي حد يقدر يتكلم ويقول رايه، فما تقدرش تظبطيها خالص دي.
هي كلام محترم جدا من شخص محترم جدا. تقريبا هو كريم قال نفس الكلام يعني يا ريته كان معانا في القعده وترجم الكلام اللي احنا بنقوله فيما يخص وجوده على قناه الحياه. كريم كريم حسن شحاته ومعروف من هو وجه محترم كزملكاوي يعني جدا. فبالتالي هو شخصيه محترمه جدا. انا بشكره جدا على كل هذا الكلام. مره اخرى خلوني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي اعلن منذ قليل عن التعاقد مع أنتوني موديست. بس بقى الكلام ده بيضايق يا كابتن. بيضايق ليه؟ بيضايق ناس. لا 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 خالص. بعض الأهداف طبعا لأنتوني أنا عارف إن كل الناس اتفرجت على الأهداف بتاعته خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. وزي ما قلت لحضراتكم في النهاية أصبح لاعبا في النادي الأهلي. إن شاء الله يكون متواجد مع الفريق بداية من بكرة إن شاء الله. يعني أنا النهاردة بالصدفة كنت موجود في النادي وشفت أنتوني وهو موجود. والحمد لله أصبح للنادي الأهلي ما يريده كولر. يعني كولر كان يريد رأس حربة وكان مصر على اسم من الأسماء زي ما حضراتكم عارفين. ولكن في النهاية النادي الأهلي تعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست. شكله راجل قوي جدا. فوتبولر يعني. بقول لك مصنف زي ما قال الاستاذ محمود اي كلاس يعني. مش نتمنى له يا رب دوام النجاح حاجه من الاصابه والدوام الفتره القادمه مع النادي التوفيق اهم حاجه. التوفيق بالظبط كده في ربنا بالظبط. بديتك ممكن يبقى جامد جدا جدا جدا. لا لا الشكل ده ممكن لو اعلم انت فاهم انت اكتر. ان شاء الله يبقى كويس جدا يا رب ان شاء الله. برضو اسال حضراتكم عشان ده السؤال ده انا كنت عايز اختم ولكن السؤال ده مهم جدا. السوشيال ميديا ودخولها طرف في معادلة الإعلام هل تسبب ده بالتبعية في أزمات البحث عن الترند خصوصا من بعض الناس؟ بص هقول لك على حاجة. مهما حصل في الشكل أو من الترندات أو من التجاوزات أو أي حاجة فهو ما كانش في الرياضة بس. اللي أنتوا بتتكلموا عنه ده خد حاجات كتير أو خد الفن معاه وخد الذوق العام وخد كل حاجة وبقى التواصل ليه لا لما اتكلم على هنا التواصل ليه لا لما اتكلم على كل الدنيا شبطت في بعض. لكن التجاوزات الفعليه اللي هي بتبقى في حق ناس معينه من حقك انك انت تطلع وتقول ارفض هذا الشكل. من حقك انك يكون في حد بيحميك طبعا من هذا الشكل. فالفتره الجايه زي ما انا بتفق مع استاذ محمود الحكايه دي هتروح بعيد عن الرياضه شويه لان صاحب المشاكل دي كلها في حته تانية. فاللي كان بيعمل الحاجات دي كلها خلاص الحمايه ابتدت تتشال والذوق العام ابتدى هيرجع باذن الله من بدايه الموسم ده وانا اضمن الحكايه دي. لو انت قلت كلمه حلوه شوف حسن كابتن حسن شحاته فين وشوف كابتن خطيب. هو انا بتكلم واحنا اتنين وهم ماسكين ايدين بعض. حسن شحاته صاحب اكبر بطولات حصلت لمصر وكابتن خطيب رئيس اكبر منظومه ومؤسسه موجوده في مصر. ف ادي الناس دي ما كانوش بيكذبوا بقى لما مسكوا ايدين بعض وراحوا. الناس دي صادقين عشان كده الناس كل تصرفاتهم كل تصرفاتهم جمهور الاهلي كله بيحب الكابتن حسن وجمهور ما فيش حد بيكره حسن شحاته ولا حد بيكره محمود خطيب من الناحيتين. ولكن الحاجات الصغائر اللي هي بتبقى موجوده دي اللي احنا عارفينها بالاسم هم بيتناولوا الحاجات دي في فتره معينه كانوا عايزين يتقربوا لحاجات ويقولوا احنا موجودين واحنا بندافع عن الكيان واحنا ولكن ليس هذا بدفاع عن الكيان او انك انت تبني مستقبل شباب طالع من عندك في الانتماء بتاعك. يعني انت لو علمته كده دافع عن بيتك وتشوه بيتك. انت لو انت عايز نسكت يعني انت دافع عن بيتك لا وانت لو ده شكلك عاوز نسكت وانت لو ده شكلك شبابك هيطلعوا بهذا الشكل فدي منظومتك انتهت للابد عمر ما هيكون فيها. انت شايف التاثير من التاثير واضح خلاص انت بتحاول بمثل هذه بتموت الاجيال بتاعتك كمان بتصرفاتك. احنا مش خلي بالك الحمد لله عارفين احنا ماشيين ازاي. خلي بال حضرتك احنا بمثل هذه الحلقات بكلام الاستاذ احمد موسى بكلام الاستاذ حسن بكلام كريم بكلام حضراتكم. اخر حاجه عايز اقولها لك انا ما بكرهوش انا بحبه طبعا وبحبه يكون موجود معايا وبحب يكون منافس ليا وبحب اتفرج على لعيبته. انت هتبقى وحدك ده مش هتنفع تبقى واحد مش لا انا بحب اتفرج على لعيبته كمان عنده كم من اللعيبه عاوز منافس عشان عنده كم من اللعيبه كبار جدا وشكلهم حلو كم منتخبات بقى كلعيب انا بقدر اتفوق عليه بقدر هو يتفوق عليه حاله التنافس دي اللي بتخليني انا اعلى صحيح وبتخليني انا موجود طبعا. فاحنا ما بنكرهش حد وبنحب الناس كلها زي ما كان استاذ احمد موسى بيتكلم عن الاسماعيلي. مين فينا كان يقبل
موقف الاسماعيلي في السنتين اللي فاتوا. محدش ان شاء الله السنه دي يبقى السنه دي باذن الله تبقى بدايه جيده جدا، على الرغم من دايما بيتقال كلام بكل الفرق عادي، سعداء بكل الفرق اللي وصلت للمربع الذهبي، سعداء بالاداء الجيد، كلها بنتمنى لكل الناس انها تبقى في بؤرة الضوء جنب النادي الاهلي. شوفوا النادي الاهلي يبتدي منين وينتهي منين، وارجو ان انتوا تبتدوا يعني. اشرف، بعض البرامج هي برضو بتجيب مثل هذه الـ النماذج اللي احنا بنشوفها، 7-10% اللي قال عليهم الاستاذ احمد في بدايه الحلقه، وبتستضيفهم. يعني اعتقد ان ده يجب ان يكون هناك معرفش بقى طريقه ازاي، انا معرفش ازاي، لكن يجب ان يكون هناك طريقه لتقويم الجميع خلال الفتره اللي جايه. صحيح. شوف انا هكلمك كمان على نقطه اتكلم فيها كابتن شريف، وهي السوشيال ميديا والديجيتال دلوقتي اللي احنا شايفينه انتشر وبقى امر واقع، لابد ان يكون في دور رقابي. شوف انا شايف دايما، حتى لو اتكلمنا عن حتى سلوكياتنا احنا، سلوكياتنا كشعب يعني، طول ما في رقابه وفي عقاب الناس بتلتزم. مش احنا بس، نتكلم الكلام كله، نتكلم حتى عن اشارات المرور، لو في كاميرا ضوئيه موجوده الناس بتلتزم، لو ضابط او حد واقف الناس بتخالف. ده الدور الرقابي هو اهم حاجه يا سلام. انا شايف ان اصلاح الامور مع طبعا الكلام اللي اتكلمناه كابتن شريف والاساتذه وانت اسلام، وطبعا الاستاذ فتاح والاستاذ احمد موسى وكريم، ان لازم في يكون في موضوعيه الفتره الجايه، يكون في اجتماع بشكل كبير جدا من النخبه، من وزارة الشباب والرياضة، من الهيئة العامة للإعلام، من الهيئة الوطنية للإعلام، من كل المنظومة، الأندية، النجوم الكبار، لازم يكون في يعني تآلف الفترة اللي جاية مع الدور الرقابي. أنا شايف إن ده هو الحل الوحيد والأمثل، إن يكون عندنا برامج محترمة، يكون عندنا مقدمين برامج محترمة، المحتوى هو الأهم، لأن أنا النهاردة مش هقدر أسحب السجادة من تحت الترند أستاذ جمال، من تحت الديجيتال، إلا لما يكون عندي محتوى محترم يقدم يجيب المشاهد مرة تانية. خلي بالك البرامج التلفزيونية النهاردة مبقتش بتتشاف زي الديجيتال، يعني الفيديوهات الثلاث دقايق والدقيقتين والثلاثين ثانية، حتى البرامج بتتقطع وتنزل، ما بقاش الناس ليه عندها إقبال كبير على البرامج التلفزيونية. ليه؟ لأن المحتوى اللي بيقدم في بعض البرامج بعيد جدا جدا، فلازم يكون عندك محتوى محترم، محتوى يجتذب الجمهور مره تانية وادور عليه، مش لازم بس محتوى من عندي هنا في مصر، ممكن اجيب دوريات اخرى، ممكن اجيب نجوم تانية، يعني لازم يكون في الافكار بره الصندوق شويه عشان اقدر اجتذب المشاهد مره تانية. الدور الرقابي مهم جدا 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 عشان اقدر اعمل ده. طبعا البرامج اللي بتكلم عنها اسلام، بعض البرامج مش الكل، بعض لازم يكون طبعا في رقابه بشكل كبير جدا، لازم يكون في تقويم، ولازم يكون في امانه في العرض، علشان الضمير المهني ده الحقيقه اختفى تماما. انا شايف يعني زمال اساتذه طبعا ضمير اصلا يعني بقى في ضمير بقى بعيد جدا. الضمير ده هيبقى موجود يا استاذ محمود لو انا عندي في دور رقابي بقى، يعني لو انا في رقابه على الناس اللي بتقدم البرامج والمحتوى اللي بتقدم، لا هيكون في عندي اجباري ملتزم، مش لازم يكون عندي ضمير سلوكيا، لازم انا هكون ملتزم. لا مش بتكلم على ضمير سلوكي، انا بتكلم على ضمير اذا كان هو يعرف معنى والله الناس دمير. اللي عندها ضمير موجود خلي بالك، يعني مش عايزين نعمم الامور، لان في ناس محترمه بتقدم برامج محترمه ومحتوى محترم. بعد ما كامل احترامي لعيبه الكوره، مع كامل احترامي ليهم، اللي فجاه اصبحوا نجوم، منهم واحد كان بيجري وراه ايفونا في المباراه الشهيره، ده بيجد نفسه ان هو فجاه بقى نفسه بطل خامنئي، ويجد نفسه ويتحدث ويقول لك انا هقول رايي وعارف ان انا هتهاجم من الاهلي. يا عم ما تجيبش سيره الاهلي يا عم، خليك في نفسك يعني، قول لنا انت ايه اللي قدمته، ما هي البطولات اللي عملتها في تاريخك، قول لنا بس، عاوزين نعرف مين الناس دي. ما هو برضه انا عاوز افهم ده طالع ليه، اذا لم يكن له هدف انه يعمل الكلام ده، من الرقيب؟ حضرتك كده بتتكلم على ال7-10%. طبعا ال7-10% على ال5%، انا بتكلم دلوقتي اين دور الهيئه الوطنيه للاعلام؟ خلاص اين هي الاكواد؟ تطبيق الاكواد الاعلاميه، تطبيق الاكواد فينها يا جماعه؟ يعني لما الراجل يطلع يقول لك انا بكره الاهلي، لو اتقالت الجملة دي في أي دولة تانية، ده في مدرب مصري رد على مشجع ميدو رد على ميدو مشجع في الدوري السعودي الوحدة. كانت نتيجتها ايه؟ مش مشجع فسخ عقد،
طب بالمناسبه واحنا بنتكلم برضو لان ده مهم جدا. صح كلام مشجع حقيقة. مش بقول حاجه يعني احترام ايه يا رئيس الدوري بتحترم مين؟ جمهور. بتحترم صحيح مواطنها. انا بشوف برضو هذه الظاهره المعلقين المباريات ما هو جزء من الاعلام الرياضي من المنظومه طبعا. طبعا نعم جزء من المنظومه كل شوف اسلام هيقول لك بيعملوا ايه يا اسلام بيعملوا ايه ده بيقول له الفريق فرقتين بيلعبوا يروح قايل للفريق يختار الفريق بتاعه اللي هو بيحبه يقول له لا انت ازاي بتعمل كده ده الراجل ده هيروح يجي يا عم انت لازم تعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه هو لابس التيشيرت لابس تيشيرت احمر ولا ابيض ولا ازرق هو بينتمي الفرقه على حساب فرقه. طب الفرقه الثانيه دي ايه؟ هو انت جاي تشتغل ايه؟ انت واصف جاي تشتغل ايه؟ انت واصف يا فندم تديني معلومه واصف يا كابتن انك انت مع الناس دي طب ما خلاص الراجل اللي هو بيتفرج عليك كده هيروح موطي الصوت ومش عايز يسمعك. الراجل اللي بيفهم صحيح انا بعمل كده انا عندي حد انا هوطي يعني الصوت اقسم بالله ما بوطي بلوك على طول. وبعدين ساعات بيبقى في اثنين مذيعين مش كده في اثنين مذيعين بنقي واحد تاني ابص اشوف هل الراجل ده راخر عنده الضمير اللي انت بتتكلم عنه ده ولا لا. العاد كابتن اذا لم يكن بامانه شديد انا بطالب الاستاذ كرم جابر رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام بامانه شديد رجل محترم قعدنا بامانه شديد كذا جلسه بقول له لابد من دور مهم جدا في الموسم الجديد ولابد ان يعلن في بيان رسمي الشكل هيكون عليه المتابعه ليه احنا عندنا هدف اساسي اللي هو التاهل لكاس العالم صحيح يعني مهم جدا انك تشحذ همم الناس لمسانده المنتخب الوطني اللي هيبدا مهمته في شهر نوفمبر. طيب الكلام ده هيجي من فين وانت تارك البعض ينال من الاخر يعني بينال من نادي وجماهيره وما الناس خلاص مش هتجيب. اعمل حساب التفكير في الكلام ده مع وزاره الشباب يعني لازم يكون ايه والكلام ده ما بيبقاش كلام على ورق لابد من فعل من معاقبه كل من يخرج عن انت عارفهم الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دول هم بيلفوا اللي هم فيش غيرهم يعني معروفين موقف يعني بامانه شديده وكل من يخرج عن النص لابد يكون في اي كلام تاني وانا الكلام اللي انا واحد بنضحك على الكلام اللي حضرتك بتقوله واللي حضراتكم اتفقتوا عليه ها انا شخصيا هطبقه هنا بمعنى انه اللي بس انت بتطبقه على فكره كده الحمد لله والشكر لله يعني عشان كده بقول لك عشان كده انا بقولها عشان كده انا بقولها يعني وانا مرتاح انت لازم تطبقه على طول يعني لانه انا مش انا اللي بطبقه هو النادي الاهلي حاطط سياسه احنا كلنا بنمشي عليها مش اسلام بس اللي بيطبقه بالزبط. اسلام بيطبقه نهاوند وكل احصر لي يا كابتن لا كابتن معلش اقطع الكلام احصر لي عاوز حد يطلع يحصر لي يقول لي كباتن الاهلي اللي بطلوا الكوره بيطلعوا في برامج مين فيهم اتكلم على المنافس بتاعه بما يحدث الان انا عاوز تطلع ده يوم ما الكابتن احمد بلال قال كلمتين عن مصطفى محمد ما مش الدنيا وقعدت لا وقال حاجه بعد كده وخلي بال حضرتك بمناسبه احمد بلال تحديدا بقى لانه هو وكابتن ايمن كان حصل حاجه كده واتقالت لانه بيكتبوها لي كتير ودلوقتي بيكتبوها انا يعني ناس كتيره ما تعرفش وانا يعني مش من المفترض ان انا اقول ان كيفيه او كيف تم العقاب ولكن في عقاب حصل ولكن مش من حقي ان انا اقول داخلي يعني إن عقاب داخلي لان حاجه داخليه النادي الاهلي لا يعلن عن اي طبعاً. حاجه تخص النادي نفسه احنا هنا كمان في القناه بنتابع سياسه النادي في كل حاجه وبالتالي حصل عقاب وعقاب شديد جدا 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 مش عايز اي حد الفتره الجايه يطالب بعمل ميثاق شرف اعلامي او النبي ما انا هقول لك ولا مؤتمر لمناضده العنف ولا التعصب الكلام ده موجود كابتن اشرف طويله جدا الكلام ده اشرف ده موجود من 100 سنه عارفين لا ده موجود ده موجود عاوزين قرار يتطبق احنا عايزين نطبق القواعد والقوانين القائمه والاكواد القائمه بالفعل هات يا عم طبق القواعد دي وعلى فكره من السهل جدا يعني معلش طبعا المجلس الاعلى للاعلام استاذ كرم جبر اكيد دور مهم جدا في هذا الامر ثانيا نقابه الاعلاميين دكتور طارق ساعده هو عاملين خطوه كويسه قوي انه ما حدش يطلع على الشاشات غير لما يبقى عضو في النقابه صحيح بس كيف يكون عضوا في النقابه ده السؤال بقى اللي انا بوجهه له يعني بمعنى ايه مش اي حد يطلع على الشاشه يبقى عضو في النقابه لمجرد انه طلع لازم الاول يجي لي ويبقى فيه اختبار يعني معين ده اللي كان بيتكلم فيه الاستاذ عفتاح كمان اللي قلنا عليها المعايير انا كنت عايز اسال الاستاذ عفتاح على حاجه اسمها ايه معهد الاذاعه والتلفزيون من واحنا صغيرين كده في حاجه اسمها معهد الاذاعه اعداد
اللي راغب في العمل في المجال الإعلامي كله بيمر من خلال صحيح هذا المعهد. استاذ محمود انه انا مهم جدا ده كانوا بيتكلموا في التلفزيون على المذيعات حتى اللي هم كانوا عاملين الحكايه دي والقوانين ده مهم جدا مذيعات كل ده نتكلم فيه حلو جدا ولكن مش عندنا بس يعني. صحيح انا بس عايز اسال عايز اسال استاذ محمود في النقطه دي تحديدا اذا كان هناك من يتحجج بوجود بعض المخطئين او بعض الناس اللي كانت بتتكلم فيما سبق يعني انه هو حد بيطلع يتكلم فده بيرد عليه فده بيرد عليه اعتقد ان الامور دي انتهت دلوقتي صح طبعًا. وبالتالي هذه هي البيئه الافضل الان هذه هي البيئه الافضل من وجهه نظري ابتدي احنا نبدا ان يكون هناك الحمد لله والشكر لله مره ثانيه انا بقول من داخل قناه النادي الاهلي عندنا سواء رئيس القناه او مجموعه العمل كلهم بتعمل في سياسه النادي الاهلي وبالتالي احنا بنطبق سياسه النادي الاهلي في كل حاجه انا ما بتكلم بشكل عام انه فرصه ذهبيه للجميع يا استاذ محمود طبعا ان يعود الاعلام الرياضي لريادته كالعاده في مصر مصر هي القمه يعني اللي قابل بالكلام ده او رفضه عليه ان هو يراجع حساباته صحيح لكن اللي حصل في مرحله الاعلام انه في دخلاء دخلوا على المساله بامانه شديده سواء ناس معاها فلوس سواء ناس عندها علاقات حطت نفسها دورت على حاجه زي ما قال الاستاذ عبد الفتاح حسن انه فعلا بامانه شديده وانا معاه في حاله حزنه انه بامانه شديده في ناس لا تستحق انها تظهر صحيح لا تستحق انها تمتلك شاشه لانه اعطيني شاشه وانا اغير لك الدنيا مش اغير لك العالم صحيح زي ما بتقال بامانه شديده الناس كلها قاعده منتظره الموسم الجديد هيبدا يوم 18 طيب يا جماعه طب قبل الموسم الايام اللي احنا عايشينها دي انتوا مش متابعين حتى الناس الوجوه الجديده اللي طلعت على قناه المنافس نفس التفكير ده امر خطير جدا على فكره يعني استمرار طب هقول لك حاجه بس خلينا انا عايز انا بكلمك اهو بعد الكلام الحلو اللي عمال يتقال من الصبح ده انا عايز اكمل في الايجابيات ما انا بكلمك انا مش بقول انا فاهمك طبعا لان عندك حق ولكن انا بدي لك انا عاوز اقول لك ما زي ما قال الكابتن شريف يا عم شغل بنفسك يا عم يعني سيبني انا طلعني انا من دماغك يعني خليك في اطار ايه ان احنا عاوزين نعمل حاجه يعني كل ما يعرف اتكلم على ما بص مش كل ما يعرف اتكلم على مشاكلك يعني بمعنى اتكلم ايه كل الظروف مهيئه ان احنا منتظرين يبقى الوضع في الموسم المقبل وضع ايجابي حقيقي ولكن لابد ان يفرض المجلس او الهيئه الوطنيه للاعلام طيب. تواجدها وسيطرتها مش بمؤتمرات مش بكذا أيوة. بتطبيق اكوادها على كل من يخرج عن النص ومعروفين الاشخاص اللي تسببوا ويتسببوا في اشعال الاجواء وبس سمومهم والابتزاز الواضح الكبير اللي انت شايفه ده من خلال 1 2 3 4 وبالاسم ده مش محتاج 6 7 افراد صحيح مش محتاج ايوه لا 6 7 معروفين ده كذا وكذا وفلان وفلان وتفاجئ ان هم ضيوف اساسيين ورئيسيين ليه؟ لانه انت هنا رايح لجزئيه مين؟ انا عاوز استفز المنافس طيب. اللي هو الاكثر بطوله الاكثر جمهور الاكثر عاوز ابقى موجود في الصوره هرجع لك تاني دقيقه ناخد حلول بقى سريعه او كلمات اخيره في اخر هذه الحلقه بس انا كل اللي احنا بنتمنى حكايه الضمير دي تبقى موجوده وليس كل ما يعرف يقال يعني انا راجل ببقى مهني مثلا عايز ابقى موجود على الشاشات واتكلم ليه حاله احترام للمشاهد نفسه وانا ببعت له المعلومه هي. لازم اقول له النهارده الفنيات ايه الروشتات ايه وليس السبوبات ايه والترندات ايه وانا اصلي واعمل فيها مفتح وبتاع انا الواد الجن الفت الحت اللي هجيب كل حقوق النادي بتاعي اللي مش عارف انت بتكلم طلع النادي بتاعك مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه انت بقى اللي هتروح تجيب له وتعمل له قضايا وانت صاحب كل حاجه لا الحكايه فيها احترام للذوق حتى بتاع المهنه او الاحترام لذوق المشاهد نفسه او انت بتشتغل في حته خلي الناس تتمنى تشوفك مش تلاقي فيه 70% مش شايفينك و30% عايزين بيحبوا الترندات وبيحبوا الحاجات دي قبل ما يناموا كده يدفنوا يشوفوك ويقول لك لا ده انت كمان بتقول كلام مش انت وزي ما انتوا قلتوا كلكم بتندثر كلها نازله سلم بينزل حقيقي. ونزلنا درجه على راي فيلم القاهره 30 ونزلنا اسفل السافلين هتلاقيه خدت بالك لا ان شاء الله الفتره القادمه تكون فتره ان شاء الله احنا بقى وطلعنا درجه وطلعنا درجه كمان الحمد لله الله اكبر وبنطلع كل يوم درجات وبنحقق
احلام جماهيرنا كلها ان احنا ناس بنشتغل. انت لو اشتغلت في الطبيعي هتلاقي نفسك نجم، هتلاقي نفسك كله بيلهس وراك انك انت يبقى في منظومتك وفي حياتك. بل بالعكس هيقولوا الراجل ده حط خريطه للطريق ها، وهو بوضعه على الشاشه خلانا في حته تانية. السنه دي بقى عندنا بطولات ليه؟ لانك اشتغلت كويس، بصيت في ورقتك، عملت حاجات كتير قوي. نتمناك منافس جيد، نتمنى كل واحد بيطلع. ما هي الحكايه بقى، انا عايز اقولها بالبلدي يعني، قولها يا كابتن. هو انا كل واحد نفسي عايز ابقى في النادي الاهلي ويبقى عليا وجود في النادي الاهلي، فماليش وجود في النادي الاهلي، اروح ناطط عامل حتتين ترند او مخبط في حد او عامل في حد. يا عم ما وصل اللي قاعد على الكرسي ده مش هتدوم له، ولا اللي انت بتتكلم عنه ده هتدوم له، ولا انت هتدوم لك. فليك انت عندك احترام ليه انا حتى لما بشوفك او انت بتشوفني او اي حاجه، نبقى فاهمين انت لما بتيجي تقف قدامي بتبقى قد كده، خليك قد كده. لان انت هتروح فين وانت بتستخبى؟ صحيح. انت موجود جوه الوسط وموجود في جوه. يا كابتن شريف معلش يا كابتن، يا كابتن شريف بقى استناد الاهلي اتضربت في الهلال السوداني، انت تيجي هنا تكلم رئيس نادي الهلال؟ خلاص ما احنا قلنا نقفل، احنا بقى اقفل. اقفل ايه بس؟ اقفل ايه؟ يعني اسالك سؤال، اقفل ايه؟ اقفل ايه؟ يعني عاوز اسالك دي نقطه زي دي كان موقفها يستحق ايه؟ خليت اللي بره ايه؟ ما احنا غير مين اللي قلل منك؟ بس انا بس يا فندم، يا فندم مين اللي قلل منك؟ خلي الناس اللي بره تعمل معانا كده ليه؟ يا استاذ محمود ما انت خدت بطوله افريقيا. معلش انا هرد على السؤال، هل لو النادي الاهلي اتيحت له الفرصه، اتيحت له الفرصه ان هو يعمل كده هيعمل كده؟ لا لا شكرا يمكن. بس خلاص اذا الاصل فين؟ لا يمكن. اذا الاصل فين؟ واتحدى اي حد. لا يا استاذ محمود الاصل في اللي حضرتك ها يعني المفروض ما كنتش تقولها، لانه الاصل ان ده عمره ما هيحصل. الاصل والطبيعه الانسانيه المحترمه ها لو النادي الاهلي، وانا اشوفها في النادي الاهلي واشوفها في كابتن محمود، انا قريب من كابتن محمود وعارف كابتن محمود كويس جدا، وحضرتك قريب واستاذ كلنا قريبين من كابتن محمود، عارف كويس جدا ان هو لا يقبل ان لو حصل العكس ان هو يستضيف حد عنده في النادي. اذا هذه هي الطبيعه، طبيعه الشعب المصري. ال 90% ولا ال 95% السبعه ولا ال 10% اللي فاضلين دي مش الطبيعه، ده الاستثناء اللي احنا بنحاول ان احنا نقفل عليه. ده وجهه قاعدتنا دي مش القاعده. اولا يا سلام انا بشكرك جدا على محتوى الحلقه النهارده، ودي نوعيه البرامج والمحتوى اللي احنا عايزينه اللي يتقدم للناس وللجيل اللي طالع، لانه الحقيقه انا بعذره جدا طبعا. يعني الجيل اللي موجود دلوقتي جيل يعني الحقيقه معذور جدا جدا في ما يتلقاه، بيتلقى الحقيقه حاجات سيئه جدا جدا يعني. ثانيا انا شايف انه يعني محورين او ثلاثه كده. اولا زي ما اتكلمت في الدور الرقابي لازم يبقى موجود، لازم الهيئه العامه للاعلام وهي العامه الوطنيه للاعلام ومجلس الاعلى للاعلام يكون ليهم دور في تطبيق الاكواد زي ما الاساتذه قالوا، وده دور مهم جدا جدا. لكن على الجانب الاخر لازم اجتذب كمان المشاهد، لانه مش بس بالزبط. ضرب بالعصايه يعني، لازم يكون عندي حاجه اقدمها تجتذب ان هو يشوف البرنامج ويتابع البرامج ويبتدي يشوف محتوى محترم، مش بس عن الدوري والاشخاص وحتى نجومنا القدام، حتى في محتويات كتيره جدا وفي افكار بره الصندوق تقدر تجتذب بيها المشاهد ويبقى متابع جيد كمان. الضمير المهني اللي اتكلمنا عنه وسلوكيات المقدم البرامج والمعايير المطلوبه ليهم، انا شايف ان لازم اتمنى يعني ان وانا اولهم ان الكل الفتره الجايه يلتزم زي اسلام زي ما قلت، يلتزم بالضمير المهني ده ويستلم بأخلاقياتنا وسلوكياتنا مرة تانية. صحيح. علشان نقدر نرجع للذوق العام، بالذوق العام أو طبيعة البشر العادية للطبيعي يعني. ولكن أنا شايف أن الأجواء زي ما قلت إسلام، ودي نقطة مهمة جدا، أن عندنا نقطة مهمة جدا نبتدي منها، أنه إحنا يعني تم ترقية الأجواء. خلاص يعني الأجواء صافية جدا جدا دلوقتي، نبتدي كلنا ونرجع لضميرنا مرة تانية علشان أجيالنا بيوتنا اولادنا بتستقبل الحقيقه اشياء صعبه جدا جدا. ونقطه الانطلاق بما انك بتتكلم دائما ما تكون من النادي الاهلي ومن قناه النادي الاهلي. استاذ جمال طبعا كل الكلام اللي اتقال ده كلام جميل وفي المضمون تماما، وانا بس عايز برضو اكد على نقطه انه ما حدش بيبقى كويس لوحده طبعا. يعني لو انت خيرت الناس كلها بين الفوضى والنظام
هيختار له فوضى. اللي هو ايه؟ واحد عاوز يركب العربيه مثلا يسوق يقعد على الناحيه اليمين ويسوق برجله. اه والله لو انت عايزه دي طبيعه البشر يعني. ده طبيعه البشر ده لا طبيعه البشر الغالبيه تحب يعني. الايه الحريه اللي احيانا بتتفهم غلط. اوكي اللي هو ايه يقول لك انا حر انا هشتم كابتن اسلام ده انت ايه انت جاي الفوضى. مش بقول الفوضى بمعنى انا اقصد مفيش حد بيحب الالتزام. الالتزام قوانين تفرض صحيح ويجب تطبيقها فورا. يعني بمجرد ان انا طلعت غلطت في اداء معين اعلامي تاني يوم اتوقف تاني يوم انا بطالب. مش معنى الالتزام بيبقى في السعوديه او في الامارات لما بنروح نلعب هناك. ما هو ما هو ليه يا كابتن قوانين وجماهيريا كمان. لا جمهور وجماهيريا بتبقى ترمي الابره تسمعها الجمهور ونتقبل النتيجه اذا كان لما احمر او ابيض خش من الباب ده بيخش بيخش. لما انت عملت هنا فكره تذكرتي مش اتطبقت ومشيت كويس طيب يبقى إذن إذن لابد ان يوضع كل شيء أيوة. في نطاقه الحقيقي. غير كده سلم لي على اي حاجه بقى ماشي قاعده انت بقى سلم لي عليهم كده واحد واحد عادي واحد واحد اسلم. والله لا يعني ايوه انت بتواجه غول يا كابتن غول متوحش بيطلع عليك كل يوم. السوشيال ميديا مرعبه فيها جانب ايجابي كويس قليلين تحترمهم بعقليتهم لكن الغالبيه مرعب. صفحات بتكتب وتؤلف قصص مش في الرياضه بس في الحياه الاجتماعيه وفي الحياه السياسيه وكلام مرعب وكلام مخيف تبقى قاعد خايف ولادك نفسهم هيعملوا ايه. تيجي ابنك وكل شويه يسالك على حاجه وفعلا حصل كذا وفعلا يعني عايز اقول لك ايه انت بتواجه هذه هي فتن. احنا بنعيش في ايام فتن كقطع من الليل الاسود تحط ايدك ما تشوفهاش. محتاجه انت ايه تواجهها بايه؟ تواجهها بموقف حاسم. هنا دور زي ما قال الكابتن اشرف دور الرقابه من هيئه الوطنيه للاعلام. الصفحات اللي بتبث الكلام ده لابد من يقطع راسها مبكرا بامانه شديده. اللي بيطلع يهين وينال مننا ومن علاقتنا مع بعض ما ينفعش ان انا اسيبه. لازم اعلي المصلحه العامه. لازم ازكي الروح الايجابيه. لازم احسم المنافسه ما تخلينيش ان انا انال منك بهذه الصوره. خلاص انت ايه؟ خدت جنب غيرك بيشتغل وبيبوظ لك في فرقتك وخد منك اتنين لعيبه وانت بتتكلم عن انطونيو مودست ده 35 سنه ما قدرتش تتكلم على اتنين شباب عندهم 22 سنه مشوا مش قادر تتكلم. يعني عاوز اقول لك ايه انت وصل حاله العماء عندك القلبي انك انت مش شايف غير ده. انا عاوز اشوف اعمل ايه ما خلاص ده طالع فوق انا عاوز اجيبه. هجيبه بايه؟ بالمشهد اللي انت شايفه. اذا لم يكن بأمانة شديدة دور رقابي على هؤلاء متابعة لما يكتب وينال على السوشيال ميديا المرعبة لأنه انت دلوقتي حاليا أصبحت صحافة المواطن أمر أمر بيقطعوا راس ممثل راس واحد بتاع كورة. لا في أوروبا وفي الدول الثانية مش عايزين نتكلم الكلام كله تحت الرقابة فعلا. اسلامهم بيوقفوا البرامج بيوقفوا دلوقتي حاجات على السوشيال ميديا لا روح اتكلم واكتب يعني انت اكتب بوست يقدروا يعملوا ده اكتب كده تعليق وقول ان انا بهاجم محمود صبري مثلا شريف محمود صبري ده اللي فيه كذا هتتجاه. تعالى يا عم ايه اللي انت ايه الكراهيه دي؟ الدعوه لنشر الكراهيه الى تشويه الاخر الى كذا. لكن انت عايز اقول لك ايه؟ في ناس استمرأت يا كابتن صحيح صحيح وصلت الى مرحله الى نيل الاعراض وده في منتهى الخطوره صحيح. ده خلى اللي بره عامل ايه؟ بعد الاخوه اللي بره اللي انا بلوم عليهم بتبارك بالشان بتاعي انت داخل عندي ليه؟ يعني انت داخل عندي انت مستني اني اعمل لك ايه؟ اعمل لك رد فعل عشان اشتمك؟ عشان تعمل فيها بطل وانك انت الواد اللي مالكش حاجه؟ لا احنا مش شايفينك تمام واحذر من اللي جاي. يعني ايه اذا سكت عليك مره واثنين وثلاثه اربعه هتلقى في حد مش هيسكت عليك ومش هيستنى وهيعمل معاك موقف. الحقيقه انا اللي استمتعت جدا بوجود حضراتكم معايا النهارده كابتن شريف. انا بشكرك على هذه الحلقه الرائعه. دايما انت حلقاتك هيكون ليها رد فعل ورد فعل قوي باذن الله في صالح الرياضه الحقيقه في مصر السنه دي. ونتمنى ان احنا نشوف موسم كروي يا رب وعلى مستوى الكره المصريه اللي هي في كل حته
الناس بتتمنى انها تبقى موجوده هنا عندنا في بلدنا الجميله يعني. يا رب. شكرا جزيلا يا اشرف، انا استمتعت بوجودك معنا النهارده. شكرا جدا جزيلا اسلام، سعيد جدا بوجودي معك طبعا مع الاساتذه ومع كابتننا كابتن شريف. طبعا انا خليك استاذ جمال، انا بشكرك. شكرا كابتن اسلام وبالتوفيق في القضايا اللي انتم بتسلموها. شكرا يا استاذ محمود، استمتعت بوجود حضرتك معانا. شكرا استاذ جمال، شكرا للكباتن، شكرا لكل الناس، استاذ احمد موسى، استاذ عبد الحسن، استاذ كابتن كريم حسن شحاته، كل الناس الحقيقه اللي عملت مداخلات معانا انا بشكرهم شكرا جزيلا، لان بالفعل الحقيقه كلنا في النهايه زي ما أشرف قال ستكون هذه هي نقطة الانطلاق. احنا بالمناسبة داخل قناة النادي الأهلي، وخليني أقول لحضراتكم على أمور بتحصل داخل قناة النادي الأهلي. لو نظرنا منذ فترة طويلة جدا جدا جدا، قناة النادي الأهلي ماشية أو بتمشي دايما بأسلوب معين وبطريقة معينة، وإذا خرج أحد عن النص بيتم عقابه، وعقاب شديد جدا جدا جدا، مش عشان حاجة، عشان المعايير أو الدور الرقابي اللي بيبقى موجود. ولذلك هتلاقي دايما قناة النادي الأهلي ماشية في طريقها بعيدا عن أي حاجة. أتمنى أن تكون هذه الحلقة هي بداية جديدة جدا في الإعلام الرياضي بشكل عام، حتى 7 ولا 10%. أتمنى أن هم يخشوا في الطابور، وكلنا نمشي مع بعض في النهاية عشان مصلحة حاجة واحدة بس، مصلحة بلدنا ثم مصلحة كرة القدم المصرية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله دائما تكون مثل هذه القضايا هي قضايا داخل البيت الكبير النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.